واحدة ونص موعدكم الثابت والدائم مع برنامجكم عالم الصحافة، هذا البرنامج اللي تطالع فيه عناوين الصحافة الرياضية المحلية، نتعمق في ثناياها، نسبر وراء الخبر ونقرأ ما وراء، كل هذا وأكثر في هذه الساعة من برنامجكم عالم الصحافة. مشاهدينا الكرام، أكرر دائما أنتم جزء من هذا البرنامج من خلال مشاركتكم عبر هاشتاج عالم أندرسكور الصحافة والظاهر في أعلى الشاشة، شاركوا بالأسئلة بالآراء بالإطروحات وإن شئتم بالتعليقات على آراء ضيوفنا الآن. مشاهدينا الكرام، في البداية ودي أن أرحب بضيوفنا معنا هنا في الاستديو، أبو عبد الكريم خالد بابطين رئيس لجنة الانضباط السابق والمحامي والمستشار القانوني، هلا غلط فيكم. حياكم الله. يا هلا والله وسهلا، حياكم الله. ايضا معنا في الاستديو ابو فيصل عبد الله عبيد اعلامي ناقد رياضي، هلا غلا فيك عبد الله. حبيبي اخوي هاني، امسي عليك وعلى الاستاذ خالد وعلى مشاهدي الكرام. وايضا سينضم معنا بعد قليل الدكتور وحيد بغدادي الاعلامي والناقد الرياضي من جده. لحين ما ينضم معنا الدكتور مباشره نبدا في اولى فقراتنا، فقره ما شئت. المنشط الأول من صحيفة النادي، حرب اللجان على الاتحاد مكشوفة، وفي عناوين ثلاث في أعلى الصفحة، الرابطة تعيد الاحتجاج لاستئناف نقاد وحكام رياضيون سلبوا حقهم، وبيان الإدارة يستنجد بالرئيس العام. ثاني الصحف الرياضية المتخصصة الرياضية عنونت بلقاء للكثير يكشف عن المستفيد الأول عبر الرياضية، الحكام المخصصين لبعض الأندية يثيرون الريبة، وكلام للأمير نواف بن سعد يشيد بالإماراتيين ويؤكد للرياضية فعلها رغم المنافسة القوية. أيضا حديث عن النادي الأهلي وعنوان بحراسة الأهلي بخير. أخيرا وليس آخرا، الرياضي كتبت بخط عريض، الاتحاد يتجه إلى فيفا، الحكم خرب الدوري، وحاسبوا من فرض الحرب، وأعرفوا من هو العميد، كلها حديث لأشخاص معينين. مباشرة هذه كانت هي عناويننا ومنشطاتنا الرئيسية من صحافتنا الرياضية المتخصصة. مباشرة أبو فيصل، خلينا نتكلم بشكل عام عن المنشطات. أنت ما تشوف أن هذه المنشطات مثل عنوان جريدة الرياضي اللي يذهب إلى قضية الأهم وهي قضية الاتحاد وبيان الاتحاد وقضيته مع لجنة الحكام والفيفا وقضايا الاتحاد المتعددة في الآونة الأخيرة، وكذلك الرياضي ذهبت لحديث مباشر للكثير في الحكام المخصصين لبعض الأندية يثير الريبة، وكذلك للنادي ذهبت لحرب اللجان على الاتحاد مكشوفة. ما تشوفين هذه المنشطات تعبر عن آراء جمهور وحقائق معينة، أو أنها اتجاه معين من أصحاب القرار في هذه الصحف؟ والله أنا أشوفها، إن سمحت في البداية ألخصها بعنوان التكشير عن الميول بكل بساطة، يعني هي مزيج من الألوان، يعني أفصح الزملاء فيها بشكل أو بآخر عن ميولهم، تبنوا وجهة نظر نادي، أتحفظ كثيرا على ما جاء فيها، تمنيت أن يكون يعني أو على الأقل كانوا قراء هذه الصحف القديرة والعتيدة كانوا يستحقون أفضل من هذا التوجه. طيب أستاذ خالد، شفنا تذمر شبابي في فترة سابقة من منشط لصحيفة الرياضية، كيف شايف قانونية شكوى الأندية على مثل هذه المنشطات؟ هل تعتبر إساءة وتجريم قانوني هذه المنشطات؟ والله في تقديري بالنسبة للعناوين الصحف فيها نوع من الإثارة، وهذا مطلوب يعني للفت الانتباه والتسويق وترويج الصحيفة
وايضا صناعه الاثاره في وهذا وهذا شيء يعني مطلب في الاعلام يبدو لي ذلك. بالنسبه يعني الاثاره هذه قد تنطوي على اساءه مغتفره وقد يكون في اساءه غير مغتفره. الصحف عندنا صنعت جو من يعني الاعراف او العرف اصبح سائد بانه هذا الحد الادنى او هذا السقف من الاساءه مقبول. لكن ما هناك معيار واضح نقدر نميز يعني من خلاله بين يعني ما يكتب في صحيفة الرياضي أو صحيفة أخرى. على هذا الأساس يعني أنا ما يعني ما أستطيع أني أجزم بأن والله فعلا هذه إساءة غير مغتفرة وكذا. إنما إذا سمحت لي يعني في فرصة كانت لجنة الانضباط أنها تخضع بعض وسائل الإعلام أو المختصة بالرياضة إلى لائحة الانضباط. جيد، بحيث أنه لو كان في إساءة على نحو يتجاوز حدود الإثارة إلى صناعة التعصب. يعني حاليا أستاذ خالد ما في شيء معين وقوانين واضحة للإعلام التجريب القانوني. بالنسبة يعني الإعلام الرياضي الآن يتكسب من كرة القدم ويحقق مكاسب كبيرة جدا. وفي نفس الوقت يعني ما يتم يعني الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يستغل هذه الميزة عنده. وهم يتكسبون من منتجات الاتحاد السعودي لكرة القدم، كرة القدم تحديدا، مسابقات كرة القدم. ولكن ما في يعني نوع من السيطرة على الإعلام، السيطرة أنا ما أقصد إخضاعهم لإملاءات أو زي كذا، لا، إنه أنا ألزمهم أنهم يسيرون في خط في إطار معين. إيش الاقتراح، إيش اقتراحاتك لهذه القضية؟ كيف تحل؟ هل تشكيل لجنة أو تشكيل إدارة معينة للإعلام؟ والله في اتوقع في ابو فيصل موجود. لا موجود بس لاني مستغرب كلام عبد الكريم، بخليه يخلص عشان اقدر اعلق. ما اقدر اقطع على فكرته، لازم نفهمها. اي بس يقول لك ابو عبد الكريم عنده رايه ثانيه، تقول لك انها تخضع تكون خاضعه لجنه الانضباط في يعني بالضبط يعني كانه يقصد المخالفات الصحفيه مثلا. ما هو الصحفيه على اطلاقها الان مثلا الاعلام بلا شك انه خاضع يعني نظام مطبوعات والنشر وكذا، هذا الاعلام بشكل عام. لكن في اعلام متخصص اضافه على الالتزام العام خضوعها لنظام المطبوعات والنشر. فكونك متخصص في رياضه كره القدم والنقد وتحقيق مكاسب من مسابقات الاتحاد السعودي لكره القدم، هذا التخصص يدل عليك ارباح. جيد، صحيح. فيجب ايضا انه ما يسمح لك انك تلحق خسائر بهذا الاتحاد او هذه المسابقات من خلال مثلا اثاره تعصب. معلوم انه اثاره تعصب ممكن تؤدي بي انا مثلا وبك انت وبالاخرين انه والله انا امنع اطفالي انهم يتابعون رياضه كره القدم. كانك تلمح عفوا مثلا يعني لمعامله الصحافه المتخصصه الرياضيه تحديدا، معامله كجزء من منظومه الكره القدم. بعيد عن الملاحق، يعني قصدي الملاحق. انا اقول اي اعلامي او اي رياضي بشكل عام ما هو رياضي مثلا اراد التخصص في الاعلام، في الاعلام كره القدم. جيد، نعم. يجب زي برنامجنا الحين مثلا، نعم، يجب ان يتمتع بحقوق ويكون عليه التزامات. مقابل عند مين او تحت مظله مين؟ في علاقته مع في تناوله لمسابقات لينظمها الاتحاد السعودي كره القدم. فمثلا يروح للاتحاد السعودي لكرة القدم يقول انا بعطيك هذه الرخصه على اساس انك انت تتناول مسابقاتي اللي هي منتجاتي انا بالنقد بالتحليل بالاثاره بصفه رسميه، بصفه رسميه، وتحقق مكاسب على هذا الاساس. مقابل ماذا؟ انا الزم المسؤولين في الرياضه انهم يظهرون عندك في الاعلام. مو لما تتصل عليهم يقول والله ما راح اجي. اي بس وقتها بتقدر ما تقدر تحدد تلزم. لا عفوا، تقدر تلزم حتى الشركه الراعيه لما انطق اسم الراعي يعطيني حتى مقابل الراعي. لكن اخذتني كاني جميل جميل. بالنسبه صحيح بالنسبه للراعي هو حقوقه في النقل. جيد، ومنبثق من هذه الحقوق حق التحليل. لكن التحليل ما هو حكر عليه مثل ما هو ظاهر الان، تحليل المباريات والمسابقات ما هو حكر على هذا الراعي، على مثلا الراعي المتعاقد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. انما انا استطيع اني انا اقدم تحليل باسلوب معين. لكن في بعض الاعلاميين البارزين الجيدين كثير من المسؤولين يرفضون يظهرون معهم. طبعا عدم الظهور هذا يمنع هذا المسؤول من النجاح، من يحقق مكاسب وينجح في برنامجه، بينما هم يظهرون في برامج بس كأنك اخرى. كأنك تتكلم، عفوا اذا انا فهمت صح، كأنك تتكلم عن اعاده هيكله للوضع كامل. يعني ما هو انا ماني راضي حقيقه عن وضع الاتحاد السعودي بالكامل. لا اكيد الاتحاد السعودي خلى الله يعيننا عليه، الله يعيننا عليه ويعين عليه. بس نتكلم عن علاقه الاعلام الرياضي بالمشهد حاليا. يعني بلا شك هذه مسابقات كره القدم، هذه منتجات
مملوكة للاتحاد السعودي لكرة القدم. طيب لابد أن احنا نعترف بهذا الشيء. فكونك تتناول هذه المنتجات تحقق مكاسب يجب أن يكون عليك التزامات اوتوماتيكلي. يعني هذه هو الان الاعلام عليه التزامات اوريدي يعني. بس يقول لك ما في جهه تضبطه رسميا في الاتحاد السعودي. يمكن يمكن يعني. انا خالف بشيء واحد انه في تداخل مثلا، لكن في جهات تضبطها مؤكد انه في جهات، لكن ممكن في تداخل في مثلا في تشتت مسؤوليه ممكن يعني. يتشتت مسؤوليه ممكن، لكن موجود جهه تضبط موجود. ممكن انا لم يعني الان كلامنا الان ما في حريه مطلقه على يعني حريه على الاقل منضبطه يعني على الاقل بحدود بحدود نظام الاعلام السعودي يعني او نظام النشر في المملكه العربيه السعوديه. هذا إطار عام صحيح. طيب. هذا إطار عام يعني ما صحيح. لكن أنا يعني كونك تتناول مسابقاتي أنا بتعاطي معها إعلاميا أنا أبغى فلوس أنا الآن مقابل المكاسب اللي تحققها يعني شيء طبيعي من حقي. ما أبغى بداية الحلقة أصدم مع أبو عبد الكريم فخلها شوي ولا أنا كذا أنا فهمت شيء ما كنت فاهمه من قراراتك. عشان ما تصدم ولا يصير نتصل على نجم الحين خلينا في البداية نذكر معلومة اليوم. لا لأن في أشياء ما كنت فاهمها من قراراتك الحين فهمت كيف صاحب القرار كان يفكر. لا اليوم أبو عبد الكريم إن شاء الله بيوضح كل شيء بشفافية ووضوح بإذن الله. خلينا نذكر خبر. كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم السيد مارفيك عن تشكيلة المنتخب 25 لاعبا للمشاركة في لقاء المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 أمام منتخب ماليزيا في 24 والتي ستقام في مدينة جدة ولقاء منتخب الإمارات في 29 من مارس والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي. التشكيلة كانت في حراسة المرمى ياسر مسليم، خالد شراحيلي، عساف القرني، خط الدفاع أسامة هوساوي، حسن معاذ، عمر هوساوي، عبد الله الزوري، ياسر الشهراني، ياسين حمزة، معتز هوساوي، محمد البريك. خط الوسط تيسير الجاسم، يحيى الشهري، سلمان الفرج، عبد الملك الخيبري، سلمان المؤشر، سالم الدوسري، وليد باخشوين، فهد المولد، مصطفى بصاص، حسين المقهوي، عبد الفتاح عسيري. خط الهجوم محمد السهلاوي، نايف هزازي، عبد الرحمن الغامدي. أبو فيصل أكيد شفت التشكيلة أو القائمة الأولية كنت شايفها. هذه الآن سمعتها منك طبعا في أسماء التقطة وأسماء التشكيلة كانت متوقعة صحيح؟ التشكيلة كانت متوقعة لكن التشكيلة هذه واضح أنها من أربع الأندية ما زلنا في نفس مشكلة بالضبط. الخمسة ما زالت نفسها صح؟ هي تشكيلة الخمس أندية كيف شايف التشكيلة؟ هي إذا عفوا إذا هي اختصرت فقط من القائمة الأولية اللي عنت من أربع أيام هذا اللي فهمته هذا اللي كان فهي لا طبعا فقط من القائمة الأولية طبعا لا طبعا عليها تحفظات كثير طبعا تحفظات كثير نعم كان في لعيبة مميزين صحيح في أندية كثير يعني كابتن محمد العويس ايضا حتى مستوى الظهير اليسار عبد الرحمن العبيد في القادسيه كابتن علي عواجي في الوحده يعني في لاعبين كثير صراحه برزوا في الفتره الماضيه. طيب هذا خطا مين هذا التحديد القائمه الاوليه هذا خطا مين؟ والله خطا شوف اذا عرفنا من اختار نقدر نقول خطأ فيصل البدين اعطيك اياها فيصل أيه؟ للاسف انا حقيقه الكابتن فيصل البدين رجل متابع ورجل موجود في الساحه ورجل قدير جدا وانا من الناس اللي كنت يعني انتقدت مثلا تعيين مدرب عليه في فترة ماضية كنت أشوف أن الكابتن فيصل البدين كان ماشي بصورة جيدة في اختياراته لكن الآن أنا زي ما سمعت منك قبل شوي تقول الكابتن نايف هزازي تقريبا ذكرته أي طبعا هذا اللي يمكن التقطته بس من كلامك أي في أسماء سهلاوي نايف هزازي عبد الرحمن الغامدي خط الهجوم فقط خط الهجوم هذا اللي موجود يعني موقع طبعا اشياء غريبه طبعا لا الكابتن نايف هزازي طبعا يعيش افضل ايامه مع النصر ما يعيشها طبعا افضل ايامه من ساعه انتقاله ما قدر يفرض نفسه في اي حتى شوط واحد ما هو مباراه. كابتن عبد الرحمن الغامدي ما يعتبر اساسي في فريق الاتحاد صراحه لا تحفظات كثير ويمكن لو ناظر برضه في الخطوط الخلفيه اكيد بنلقى اكثر واكثر يعني. طبعا كيف معلوماتك الرياضيه؟ والله ما هي جيدة الفنية يعني ايه لا والله ما هي جيدة انا الاعتراف بالحق انا اللي يتكلم عنه تو ابو فيصل والله ما فهمت شيء طلاسم لا فهمت لكن الاسماء وكذا والله ما طيب ابو عبد الكريم هذا ليش انا سالت هالسؤال؟ لانك كثير تتهاول في الاونه الاخيره على حسابك في تويتر والتغريدات اللي غردتها ابو عبد الكريم وكانت يعني محل يعني خلينا نقول محل تندر وتذمر كثير من الشارع الرياضي مثل تغريده ابو عبد الكريم هوساوي سالت انت في اي نادي يلعب ومثل تغريده ايقاف اللاعبين ايقاف اللاعبين قبل نص ساعه من المباراه فيصل محضر وانا قلت لهم وانا قلت لهم طلعوني وانا قلت لهم خلوه يكلمني يعني اذا كان ثبت طبعا الرجل موجود يرد عليه وقصه ابراهيم لو يكلمني رجل اتصل فيني حتى الكابتن يحيى عامر في الاهلي اشبعت نقاش لكن ممكن انا يعني يبدو لي انه برضه الاخ ابو فيصل وربما برضه مشاهدينكم ما هم عارفين خبايا القصه طيب اعطينا خبايا القصه كامله
اللي هي تعلق باللاعبين اللي هو احمد عسيري وامان كذا لاعب الاهلي ولاعب كان فيه نعم كان طيب اعطينا مختصر موجز هذه القصه كامله. شوف فيه يعني في نظام احنا ملزمين بتطبيق النظام تحقيق سياده النظام هذا باختصار صحيح. يعني صحيح. واجب لجنه الانضباط من واجبات لجنه الانضباط منصوص عليها الماده اعتقد 139 نصت صراحه ان القرار يتخذ فورا ويطبق فورا فلاحظ يعني كلمه يتخذ فورا ويطبق فورا هذه مهمه جدا يعني مساله انه والله لا في وقت قبلها بساعه لا قبلها بساعتين لا قبلها بخمس ساعات صحيح. هذه مساله مرفوضه نظاما يعني هذا من ناحيه من ناحيه اخرى مساله الاتصال على اللاعب هل الاتصال على النادي الفكره منا ابلاغهم بالقرار مثل ما اشيع او الفكره منا اخذ افاده اللاعب طبعا الفكره اخذ افاده اللاعب حول قضيه منظوره عندنا لا نلتفت ولا في النظام حاجه تقول نلتفت للمباراه هل هي جماهيريه هل هي ديربي هل هي ما نلتفت لا نحقق العداله بعيدا عن اسماء الانديه هذه حقيقه يعني فلما اتصلوا يعني لما اتصلنا باللاعب كانت الفكره خدمه اللاعب وليس اشعارهم بالقرار لانه ما صدر وكان هذا شيء قانوني يعني يعتبر عندك في اللائحه ولست ملزم ولست ملزم باخذ الافاده، استطيع اتخذ القرار دون اخذ الافاده. كان عندي من يعني في الملف الدعوه اللي امامي كافيه لاتخاذ قرار. بس عفوا اخذ الافاده فردي من شخصك الكريم يعني القرار بس القرار فردي المفروض لجنه يعني لا القرار فردي زي لجنه استماع زي فكره صحيح الاستماع صحيح في يعني مسارين لاتخاذ القرارات. في مسار يتخذ قرار لجنه طيب. وفي قرار يتخذه الرئيس بمفرده بعيدا عن اللجنه، فممكن لجنه مثل ما حصل فعلا انه النصاب لا يكتمل لاهداف لاسباب الله اعلم عنها طبعا لكن مثلا اثنين شخصين يتعمدون عدم الحضور فبالتالي يتركون اللجنه امام او رئيس اللجنه امام حرج. مسؤوليته يعني مساله خطيره يعني ما هي هذه طبعا لا تنظروا لها انه ايقاف لاعب وكذا انظروا لها مساله مثلا ابعد من كذا انظروا لها مساله امنيه في الملعب مثلا طيب. فيجب على لجنه الانضباط ان تتخذ قرار في مساله هل المباراه تجرى ولا لا من صلاحيات هذه صحيح فكون شخصين مثلا كيف مصلحياته ما فهمت يعني مثلا اذا كان ظهر للجنه الانضباط بان هناك مثلا خطوره على الجمهور الملعب لا يتمتع بالصيانه الكافيه ما من علاقتكم أعتقد. لا من علاقتنا لا تحقيق الهدوء والسكينه والامان داخل الملعب نعم لا في مراقب في المباراه هو اللي يقرر لا وقبلها النتائج ما يحدث تحال لجنه الانضباط تاخذ قرارات فيه لا يتكلم قبل المباراه اذا شاف انه في خطوره من حق يوقف المباراه نعم قبل المباراه اذا كان في خطوره على الجمهور ثبت ظهر بادله كيف صلاحيته الحق نعم قبل المباراه منصوص عندك انت نعم بلا شك مو بالنص وبشكل واضح يعني انه هذه يعني من اهم الامور بنقصها ممكن في وقت لاحق نشوف هذا لا عفوا طيب كيف اليه طبعا عشان نفهم بس كيف الاليه استاذ يعني خالد انت الان شفت المباراه نفترض جدلا انه الرئاسه العامه اللي باعتبارنا هي مالكه الملاعب كتبت خطاب قالت والله ان الملعب الفلاني هذا الان غير مهيئ ظهر لهم طيب. انه هذا الملعب غير مهيئ لاستقبال عشرات الالاف من الجماهير مثل حادثه خلينا ناخذها النصر والتعاون خلينا ناخذ مثال حادثه النصر والتعاون اللي صارت في بريده يمكن ما يذكر ابو عبد الكريم احنا نذكره كان في مباراه وطلع تقرير الدفاع المدني على حسب الافاده الاتحاد السعودي انه كان في شرخ في الملعب وانه ما يتحمل عشرات الالاف هذا مثال جميل من اللي تحمل القرار واخذ القرار جميل ما هو الانضباط من التقرير مو هو لجنه الانضباط تقرير امني حول الاتحاد السعودي قرر نعم الاتحاد السعودي له أدوات قانونية يتخذ من خلالها القرارات. جيد في بعض اختصاص أصيل لهذه اللجان. ما له علاقة للاتحاد. على كذا أبو عبد الكريم في لخبطة أجل. لا في نظام الاتحاد في النظام شوف بالنسبة في فهم النظام بلا شك بلا شك من ناحية فهم النظام بلا شك فيه والله شوف عفوا أنا ماني قانوني طبعا أنا عذر جهلي في الموضوع لكن اللي أفهمه أن لجنة انضباط تبت فيما حدث وليس فيما هو آت. لا بالعكس أيضا تبت فيما سيحدث. إذا كان في خطورة على الجمهور تتخذ قرار أنه هذا الملعب ما يلعب فيه. إيش دور مراقب المباراة؟
وش دور حكم المباراة؟ في مراقب مخصص من رابطة المحترفين الاختصاص ماخذ دورات وهو على فكرة عفوا هو اللي يتصل بالجهات الأمنية هو اللي يقرر فتح البوابات الملعب وهو اللي يغلقها وهو اللي يسمح بوقت دخول الجماهير وهو اللي يسمح للفرق بالدخول. أنا ما أدري أجل المفروض تكونون في الملعب أنتم؟ لا ما نكون في الملعب مستحيل بتتابعها من التلفزيون تاخذ قرار؟ ما هو بالضبط ما هو نتابعها بالتلفزيون احنا تجينا تقارير احنا ما نتابع المباراة. أي تقرير اللي قبل المباراة هنا سؤالي يجي تقرير يجيك تقرير أنه والله ترى الملعب دخل الملعب 60,000 بس واضح أنه بيجي 80,000 وش رايك نقفلها؟ خلنا أكمل لك بس طيب. عشان تتضح الصورة. لا عشان أنا أكملك بلغة لغة الملعب سامحنا احنا لغتنا احنا لا لا, لا, لا بس خلنا أكمل لك عشان تتضح الصورة يعني صارت الفكرة تصل في النهاية تتضح الصورة. فاحنا بعدنا عن موضوع امان وخرجنا عن هذا لان الموضوع اخذ كثير لا احنا ممكن اشبع كثير يعني لا فيها طيب ممكن رغم انه اشبع الا انه في تفاصيل صغيره بعدين لا في لبس في الفهم لا زال اللبس قائم يعني حتى تفاجات من الاخ ابو فيصل واضح انه ما هو فاهم الاتصال ليش جرى هل الاتصال لاعلامهم بالقرار لا للمساءلة انا سمعت تصريح لك لاخذ الافاده لاخذ افاده لاخذ وانا عشان كذا سالتك الان قلت لك هل المساءلة عفوا يحق لك مساءلة بالهاتف كذا وألو وديني فلان وتعال وش رايك ولا لجنة أول في وضحها بعد يحق لك أول إنه يحق له في نص اللائحة كان في وصف اللائحة بالنص باللائحة طلعت اللوائح أنت عبد الكريم نعم نعم وغير وبعيدا عن مثلا الإفادة اللي بعدها بعد أخذ الإفادة طبعا الإفادة أخذت لمصلحة اللاعب جيد أخذت الإفادة لمصلحة ما مكنوا فكرة الاتصال بس ما أخذ ما مكنوا لا ما مكنوا بس فكرة الاتصال من حيث المبدأ يعني على جميع اللاعبين صحيح فكرة الاتصال أنه نضع اللاعب نعطيه فرصة أنه يدافع عن في موقع يعني في الحدث أنه يدافع عن نفسه اللاعب ما ممكن لأسباب وجيهة أو غير وجيهة تقدرها اللجنة وانت قلت قبل أن القرار أقدر أصدره منفرد فهذا كان أعطاك الحق نعم نعم فكون اللاعب أو النادي ما مكن اللاعب لأسباب غير وجيهة منه يتواصل مع لجنة الانضباط هذا له أثر قانوني مفاده أنه اللاعب هذا يعني قرينة على صحة الشكوى المقدمة ضده لأنه لو كانت الشكوى غير صحيحة كان مفروض أنه طب السؤال هنا هذه له أثر قانوني في القانون أو في قانون الرياضة لا في القانون بشكل عام هذه قرينة قرينة تفهم منها بأنه أنت يعني تشبه فكرة تنازلت عن فتح العين بي مثلا في الانضباط معناته أنك خلاص مقر بنتيجة A يعني هي قرينة يعني قرينة بسيطة تضاف إلى ملف الدعوة اللي عندنا طيب هذا أضفته فعليا يا أبو بلا شك بلا شك أخذنا في الحسبان وبالرغم من ذلك ما اتخذنا قرار نهائي لأن قرار مدة 20 يوم يتخذ ولأن القرار يتخذ فورا ويطبق فورا أبلغنا الأمانة بإيقاف مؤقت بإيقاف مؤقت قبل الساعة 4 وكل قراراتنا اصلا تصدر قبل الساعه 4 العصر هي قبل الساعه 4 بس عفوا عشان برضو ترد عليهم قد يكون هذا اتهمت وفيه اتهام باطل اللي افادوا فيه تحديدا اداره الاهلي انه حدث اتصال من شخصك الكريم واللاعبين في غرفه الملابس والمباراه طبعا يعني نتكلم عن 8:30 في جده او 9 معناته انه الساعه 7 لا فهمتوا خطا انتم كلمه غرفه الملابس ربما يعني يفهم منها انها قبل المباراه بدقائق لان عاده يكون في غرفه الملابس صح لا كانوا في الملعب لا كلام واضح جدا من اداره الاهلي كان كابتن يحيى عامر تحديدا وقتها اللي اعرفه اللي كان اللاعب العسيري كان تعذروا بانه نائم انه نائم في المعسكر الاهلي انا اتكلم عن الاهلي ويقول الدكتور اول كابتن يحيى عامر استاذ ابو عبد الكريم يقول ان كلمتهم الاثنين في اوقات قريب متقارب وقت الظهر يقصد هو الواضح الكلام انه الظهر الظهر الساعه تقريبا بس على كلام اداره الاهلي انه لا هذا كان قبل المباراه بساعه ساعه ونص انا ما سمعت حقيقه كلام لا فرصه عشان انت ترد عليهم انت موجود يعني لا غير صحيح بالتاريخ لا اذا كان لا اذا كانوا قالوا غير صحيح الكلام هذا خلاص مساله محسومه هذه الاهم من هذا انه الان الامانه لاي سبب إن كان سبب وجيه او غير وجيه قالوا ما راح نبلغ لان التبليغ واضح انه اجراء يتم عن طريق الامانه الامتناع هنا طيب. ضده طبعا ايا كان السبب يعني فهم قالوا احنا ما بلغنا ليه؟ لأنه الدوام انتهى جيد بصرف النظر عن وجاهة هذا العذر من عدمه طبعا هو غير وجيه بلا شك المادة 137 في لائحة الانضباط فقرة 2 تعطي الرئيس أيضا الحق أنه يتخذ إجراء بديل صحيح. عن الإبلاغ صحيح. عن طريق الأمانة يكون في إجراء بديل وخصوصا لضمان تطبيق عقوبة سارية جيد والعقوبة تكون سارية بفرض النظام صحيح. من لحظة إصدارها إنما هذا إعلام لا أكثر ولا أقل طيب. مجرد أعلم النادي فإيش الطريقة البديلة يعني المتاحة والأسرع
حفاظا للوقت و انه احنا نتصل عليهم ونقول لهم لا ما موقفين. لا ما نتصل عليهم لا لا. لا 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 ما نتصل عليهم ولا شيء. كتبت في حسابي في تويتر تغريده ان اللاعب احنا اصدرنا قرارات بايقاف كذا وهذا شيء قانوني؟ نعم هو هو الماده 137 تقول اتخذ اي اجراء بديل مناسب. جيد قانوني قانوني ما له اثر قانوني ما يحتاج. فحصل الاشهار الاهم هو اشهار العقوبه. كيف حصل التغريده؟ ما هي مجرد تغريده لو لاحظتوها هي ثلاث تغريدات او تغريدتين ورا بعض مرتبطه ببعض. اذكرها جيد. انه اصدرنا قرار وتم ابلاغهم في الوقت المناسب عن طريق السكرتاريه. النقطه الثالثه او التغريده الثالثه المرتبطه بالموضوع قلنا لهم يا اعلاميين حتى تتاكدوا من صحه الحساب وانه غير مخترق ومن الكلام هذا اتصلوا على رئيس لجنه الانضباط. وفعلا جاءت اتصالات وسائل اعلاميه وتاكدوا من الموضوع. طيب. قلنا نعم هذا شو برضه عشان ما نكون كلنا على على الاستاذ خالد. هو للامانه يعني لا احنا نبي نطلع هو ما هيئت له الاجواء حقيقه. طيب. يعني نعم في اخطاء نتحفظ ونناقش الاستاذ خالد فيها. الدكتور وحيد بغدادي ينضم الان معنا من جده. دكتور وحيد اهلا وغلا فيك. اهلا وسهلا مساء الخير عليك. اكيد اكيد كنت مستمع جيد دكتور وحيد اللي قيل في النصف اللي الماضي من الحلقه صحيح؟ هو مستمع معكم ما شاء الله الحوار كان يعني ممتع. احب امسي على الدكتور خالد البابطين وعلى ضيفك الكريم استاذ عبد الله. طبعا بهذه المناسبه يعني اول حاجه احب اعتذر على الهواء للدكتور خالد يمكن قسينا عليه في فتره وكان النقد قاسي في فترة من الفترات. الاختلاف في الرأي لم يكن صحيح. يعني لا يفسد الود قضية. صحيح. كان اختلاف لكن يمكن أنا يعني أعتذر على أي قسوة بدرت مني سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي وسيلة إعلامية سابقة. ويعني له كامل التقدير والاحترام وأسعد اليوم بالتواجد معه. وإن شاء الله تكون يعني الحلقة مثرية ومفيدة للمشاهدين إن شاء الله. طيب إذا شفته من قريب يا دكتور وحيد بتقول الحمد لله أني اعتذرت له. شخص فعلا لطيف جدا وأنا أضم صوتي لصوتك برضه. الله يجزاكم خير. أكيد يعني هو إحنا شوف دائما الوسط الرياضي في نوع من الاحتقان أو في اختلاف الرأي. اختلاف الرأي هذا مو معناته أنه في شخص ضد الأشخاص أو أنه أنا في بيني وبين أي شخص معين يعني تضاد أو اختلاف. لكن الواحد يملك الشجاعة إن شاء الله أنه هو يعتذر. وأنا يعني كان ممكن اعتذر له بيني وبينه هاتفيا ولكن حبيت انها تكون على الهواء وامام جميع المشاهدين. الله يعطيك العافيه دكتور وحيد. نستاذنك دكتور وحيد مباشره نروح للعنوان الاول من صحيفه الشرق الاوسط. رابطه المحترفين تعيد المباراه القضيه للاستئناف بدعوى عدم الاختصاص. بيان اتحادي نملك ادله خطيره تورط اتحاد الكره امام الفيفا. من جدة كتب إبراهيم القرشي هذا الخبر حيث أصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانا صحفيا أكدت من خلاله امتلاكها لما يثبت الأخطاء المتعددة التي تطال ناديها من اتحاد الكرة والتي تدينه في حال توجهها مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لما تحمل من أشياء في غاية الخطورة. لن يقف الفيفا أمامها موقف المتفرج كما يفعل اتحاد الكرة إلا أن ثقتها وتقديرها واحترامها للمرجعية الرياضية في السعودية الأمير عبد الله المساعد فضل معه الرفع بكافة الأحداث مع إثباتاتها إليه بصفته رئيس اللجنة الأولمبية والمسؤول الأول على المنافسات الرياضية بمختلف ألعابها. كذلك قال البيان حينما ذكرنا أن طاقم الحكام أخفق أن كل منهم كان له أخطاء فالمساعد الثاني تجاهل احتساب أخطاء أمامه على بعد مترين. أما المساعد الأول فقد تعامل مع رئيس النادي باستفزاز غريب على مسمع من جميع الحاضرين حيث قال بين الشوطين ابشر سنعطيكم حقكم بالكامل في الشوط الثاني مما يضع أكثر من علامة استفهام حيال ثلاثي التحكيم وموقفهم الواضح ضد نادي الاتحاد. دكتور وحيد اليوم فصول المسلسل التركي تواصل. خلينا نقول نتكلم بصراحة الوضع الحالي لقضايا لجان الاتحاد السعودي شيء محير ومؤسف. احنا هنا في برنامج عالم الصحافة حاولنا كثير والله نوقف يعني نوقف موقف الحياد ونميل ننحاز كليا إلى الحقيقة ونكون منصفين أكثر لكن صراحة ما يحدث الآن شيء مستفز للجمهور للإعلام لنفس هذه اللجان. التأخير والضبابية والضعف وعدم اتخاذ قرار معين في قضية كل ما طول حيكثر فيها النقاش
والجدل والاحتقان، كيف شايف الوضع كامل في هذه القضية وحال قضايانا المعلقة كاملة؟ يمكن أخالفك أنها هي مسلسل تركي، يعني هي أقرب إلى الأفلام الهندية المضحكة اللي كنا نشوفها. ما اختلفنا أجل، يعني عارف الوضع أكثر من كوميدي، يعني وضع يدعو للريبة. أنا يمكن مع تصريح سمو الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال لما قال نريد دوري خالي من الشبهات، جميع ما يحدث في الوسط الرياضي اليوم يدعو للشبهات، يدعو للريبة. يعني الوضع يفوق التصور، يفوق القوانين. يعني أنا يعني يمكن أشعر أنه أصبح اتحاد القدم طرف في المسابقات. اتحاد القدم صار يضع نفسه داخل أندية رياضية كطرف ثابت في جميع المسابقات. دكتور وحيد، احنا ما نقول هذا الشيء يعني تعمد أو أنه في ريبة معينة، احنا نقول هذا ممكن جهل أو عدم فهم للقوانين أو ضعف في اتخاذ القرار. لو أحسننا الظن خلينا نحسن الظن أفضل من التعمد دائم. خلينا نقول عندهم سوء إدارة كبير، سوء إدارة ممكن. الاتحاد القدم يفترض أنه هو جهة تنظيمية تشريعية لإدارة هذه المنظومة الرياضية، وليس لإرضاء مثلا أندية أو اتخاذ قرارات ترضي الطرف الفلاني أو ترضي الطرف الفلاني. أنت تتخذ القرار بوفق اللوائح الموضوعة بغض النظر هل هي حترضي النادي الآخر أو النادي الثالث أو النادي الرابع. القرارات جميعها ارتجالية الآن. يعني حتى لو نلاحظ ليش الاحتقان اللي صاير في الوسط الرياضي خصوصا من جمهور نادي الاتحاد، مجموعة من القرارات، حتى في قرارات طلعت من الإرشيف مجرد ما الاتحاد تقدم باحتجاج لإعادة مباراة القادسية بدأت مجموعة من القرارات المتراكمة، حتى في بعض المخالفات اللي كان يتم يعني إصدار يعني تم تجاهلها لبعض الأندية، نفس المخالفات صارت لبعض الأندية لم يصدر فيها أي قرارات أو عقوبات انضباطية صدرت في حق الاتحاد. عقوبة مونتاري صدرت بعد 12 ساعة من المباراة الأخيرة، في اليوم التالي للعقوبة صدر عقوبتين أخرين، أحدهما لمختار فلاتة والثانية لياسين حمزة لعدم حضورهم. طب أنت أصدرت عقوبة للاتحاد، يعني كان في اجتماع للجنة الانضباط، كان من الأولى أن يتم إصدار جميع العقوبات، ليش الأسلوب الاستفزازي في إعادة إصدار عقوبات؟ اللقطة التلفزيونية اللي تم الاعتماد عليها في إصدار عقوبة مونتاري كان فيها يوضح أيضا مخالفة اللاعب مهند فارسي، كان من الأولى أن يتم إصدار عقوبتين في وقت واحد، واحدة للاتحاد واحدة للوحدة. ليش لازم أنت يستثار جمهور الاتحاد وإعلامي الاتحاد حتى ينبهوكم أنه في خطأ؟ يعني دائما معروف أنه لكل فعل ردة فعل. كان يفترض من لجنة الانضباط عند إصدار عقوبة انضباطية في حق مونتاري يبحث عن السبب، يتم إعادة اللقطات حتى إلى 5 دقائق قبل اللقطة، وبالتالي يعرف المتسبب ويتم عقوبتين للاعب المتسبب والمخطئ. بعدها الآن صدر، الآن سمعنا بالبارحة أنه لجنة الانضباط تدرس قرار يعني بإيقاف حق إيقاف رئيس نادي الاتحاد قد تطول مدة طويلة، في عقوبة انضباطية ناحية جمهور الاتحاد، في عقوبة إلى مختار فلاتة، في عقوبة قد تطول فهد المولد. القرار طيب. لجنة الاستئناف اللي صدر قبل البارحة أيضا قضية الجيزاوي، يعني أنت قاعد تطلع حتى قرارات طيب. من الإرشيف كلها استفزازية. احنا ما احنا ضد القرارات الانضباطية، القانون يطبق على الجميع، ولكن أنك أنت تستخرج قرارات من الإرشيف دفعة واحدة في وقت الجمهور محتقد وكأنك تعادي النادي هذا وتعتبره طيب. خصم لك، هذا غير مقبول نهائيا. دكتور وحيد، انت ايش رايك، خلينا في قضيه الاستئناف، ايش رايك في بيان لجنه او رابطه دوري المحترفين امس واعادتها القضيه كامله للجنه الاستئناف للقرار، والقرار المتوقع اللي قلناه قبل وقال ابو فيصل في حلقه سابقه بان رابطه دوري المحترفين ستعيد القضيه كامله الى لجنه الاستئناف؟ المستفز في إعادة الشكوى أو القرار الاستئناف إلى لجنة الاستئناف لعدم الاختصاص، طبعا هذا كان متوقع لأن الرابطة أصلا ليس لها نظام أساسي وهي ليست جهة قضائية أو تشريعية، فكان متوقع أنها راح ترفض. ولكن لماذا لم يتم الرفض من وقت الاستثناء، يعني من وقت ما لجنة الاستثناء حولت القضية للرابطة، لماذا لم يتم البت في الموضوع؟ طيب. لماذا تم تصريح الأستاذ ياسر المسح صرح قال سوف يتم دراسة الموضوع بشكل يعني طيب. تفصيلي وتحويله وبث القرار فيه بعد الجولة 20. طيب. ربط عفوا بس لو تعطيني بس ثواني. ربط القرار بالجولة 20 صحيح. وشعور جمهور الاتحاد انه انا بعد ما انهزمت بظلم تحكيمي من الوحدة ويتم الرد بهالشكل، هذا هو ما يدعو للريبة.
كان بإمكانك أنت تبت في القرار وتعيد لعدم الاختصاص للجنة الاستثناء مرة أخرى بدون ما تنتظر أو تربطها بالجولة 20. هذا الربط اللي جالس يصير في لجان الاتحاد السعودي هو اللي يدعو للريبة ويجعل الجمهور يحتقن بشكل كبير. طيب خلينا ندخل لا يفتى أبو مالك في المدينة، عندنا أبو عبد الكريم هنا، خلينا نسأله، كان عندك رأي مختلف أبو عبد الكريم في هذه القضية، أذكر أنك قلت وهذا الرأي أثار الشارع الرياضي، وكان رأيك أن القضية أن الاتحاد يعتبر فائز في هذه المباراة 3-0 لأن اللاعب القدساوي انتهك قوانين اللعب النظيف، كيف شايف؟ شوف، بالنسبة لمبدأ اللعب النظيف هذا من أهم ما يميز القانون الرياضي، قانون كرة القدم والقانون الرياضي بشكل عام، لأن اللعب النظيف ما هو فقط في كرة القدم الحقيقة. اولا ما ابغى اتجاوز ان اشكر الاخ وحيد، دكتور وحيد، وايضا الاخ عبد الله على اعتذارهم، والحقيقه ما بدر منهم اي شيء حقيقه، يعني ما هو الله طيب فيني ولا في هذا، لكن الحقيقه هم حساسين جدا يعني، والوسط الرياضي وانت قانوني يا ابو عبد الكريم ممكن تاخذها بقضايا، ما راح تعطيهم كذا، ممكن تاخذها بقضايا. احنا يعني في المقام الاول اخوه يعني قبل المسائل هذه كلها، وانا متاكد انهم لما يعني يبدون رايهم ما هو خصومه مع خالد شخصيا، صحيح، انما وجهه نظر رياضيه، عمل فقط، وايضا والحقيقه انا استفدت منهم يعني ما يعني من الاعلاميين بشكل عام يثيرون مسائل وننظرها في لجنه الانضباط تفيدنا الحقيقه. ما هو بالنسبة لمباراة الاتحاد والقادسية، في اعتقادي أنه المخالفة أول شيء لازم نحدد الاختصاص من البداية محل المخالفة تحديدا. المخالفة في تقديري سببها ونتيجتها وكل شيء تقوم على خطأ في قرارات في قرار الحكم يتعلق بمسألة انضباطية. جيد، فطالما نحن نتعلق الكرت الأحمر مسألة انضباطية ما أشهرها الحكم، فبالتالي إحنا بصدد مسألة انضباطية، الاختصاص طبيعي من اختصاص لجنة الانضباط بشكل واضح يعني، وهذا حددته بشكل صريح. هذه واحد يعني، نعم، الاختصاص كامل لجنة الانضباط، نعم، المفروض يقر فيها لجنة الانضباط. نعم، لا انا عندي تحقيق. طيب بعد مصر ابو فيصل، بعد راي الاستاذ، الماده 85 فقره 2 من لائحه الانضباط نصت صراحه على ان لجنه الانضباط تختص على وجه الخصوص بتصحيح قرارات الحكم الانضباطيه المتضمنه اخطاء واضحه، بتصحيح بالنص، هذا تصحيح المادة 85 فقرة 2 من لائحة الانضباط. طيب فالآن احنا نسأل، هل هناك خطأ في قرارات الحكم يتعلق بالانضباط ولا لا؟ نعم، الحكم ما أشهر البطاقة الحمراء في اعتقاده أنه هذا الكرت الأصفر الأول حسب الظاهر يعني، وهذا خطأ واضح متفق عليه، فبالتالي احنا بصدد خطأ انضباطي في قرار الحكم بغض النظر عن انه اداري او فني. لا الآن ما هو فني، هو الان حتى الان يعني مو معترف فيه فني او اداري، لا خطا انضباطي كامل. لا في فني بس متى بدا الفني؟ الفني بدا على اساس الخطا الانضباطي، عشان توضح للمشاهد. نعم، 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 هذه قضيه ثانيه يعني، يعتبر انها خطا انضباطي. نعم، بعيد عن قضيه انه فني او نعم اداري. هو ما هو بس فقط خطا انضباطي، هو الاساس، اساس المشكله خطا انضباطي في قرار الحكم. اساس المشكله جميل، من آثار هذا الأساس، من آثاره أنه ترتب عليه خطأ فني، بحيث أنه فريق القادسية لعبوا 11 لاعب في حينهم يجب أنهم يلعبون 10 لاعبين مدة 7 دقائق. أعتقد هذا اللي يقصدون فيه الخطأ الفني. بس خطأ الانضباطي صحح الحكم. ممتاز، لكن حصل وقع الخطأ الانضباطي بس صححه، إذن خلاص ما هي مشكلة، ما انتهى دورنا، صحها بعد 7 دقائق تقريبا. جيد، أي 7 دقائق. الآن وين تحديدا الخطأ الانضباطي ومنهم أطرافه؟ هل طرف فقط الحكم؟ انت قلت ان لاعب القدساوي طرف. نعم، والاداره القادسيه طرف. نعم، نعم، والحكم طرف. والحكم طرف بلا شك، الحكم حسب الظاهر لنا من الوقائع اللي امامنا، الحكم اخطا، غفل عن انه كان معطي اللاعب هذا كرت اصفر. اللاعب بحسب الثابت انه على علم بانه حاصل على كرتين صفر. جيد، حصولك او علمك على حصولك بالكرتين الصفر هذا معناها علمك انك تستحق الابعاد. جيد، مبدا اللعب النظيف يوجب عليك انك ما تكون سلبي، انك تكون ايجابي، بحيث انك ما تلعب امام الفريق المنافس بطريقه غير عادله. طيب هذه ما تدخل، هذه كيف، انا اللاعب بيجي اللاعب يعني انا بيكون ادرى من الحكم وبيكون، لا انا بسلم على الروح الرياضيه يعني، نعم، هو يبغى المثاليه والروح الرياضيه. لا انا بس، انا بسلم على هذا، دخل في القانون، انا بسلم على الاستاذ خالد، انا بسلم على الاستاذ خالد في الموضوع، بسلم معك في الموضوع ذا،
اوكي خلينا نقول خطا انضباطي وتاخذ قرار لعدم امتناعهم عن الافصاح انهم مخطئين. اوكي ممكن هذه الفكره بس ما عرفت تصير هنا يمكن. لا جميل، لكن ما هو القرار؟ نعم هذا قرار مهم لانه يستنفذ فكره اعاده المباراه اللاعب في عقوبه لا القرار ممكن يستنفذ فكره اعاده المباراه. ما عاد يكون هناك مصلحه من اعاده المباراه اللي يبحث عنه نادي الاتحاد من وراء اعاده المباراه. طيب عفوا اللاعب موقوف الان، يعني لاعب موقوف اوريدي قبل المباراه ولعب ولعب وما بلغ ناديه مثلا. نعم هو المفروض يعني انت تبغى اداره النادي تروح تتصل الاتحاد السعودي ترى لعبنا موقف بس انت نسيته، يعني هذه الفكره. يعني جميل بس بطلع يعني شويه كذا حتى تتضح الصوره اكثر. طيب في الدوري السعودي حصلت مساله تغليب اللعب النظيف، حصلت في الدوري السعودي هدف، ما هو بس فقط خطا انضباطي، هدف كاد الحكم ان يحسب هدف. جاء اللاعب اللي سجل الهدف قال هذا ما هو. متى هذه؟ اعطني اياها. هذه مع الكابتن ماجد عبد الله. طيب تتكلم عن لجنه الاخلاق والقيم، ما تتكلم عن لجنه الانضباط. شوف اسمح لي حتى اطلع الصوره. عطنا ماجد ولا يمكن القصه حتى ما ثبتت، حتى ماجد كان فيها يعني مبدا اللعب النظيف. اي هذا مبدا مسلم فيه. لا هذه لجنه الاخلاق والقيم. وانت ادرى مني ما هي لجنه الانضباط ابدا. هذا اللي اجيك الان خطوه ثانيه. الان اللاعب لعب وهو يعلم انه موقوف. جيد. مع ذلك استغل غفلة الحكم واستمر. طبعا في مسألة اللعب النظيف أيضا في مثال آخر جميل. طب كيف سلمنا أن اللاعب يدري؟ اعترف طلع في التلفزيون اعترف. إيه بس عفوا هو الأستاذ خالد نفسه الأستاذ خالد وقت أو إبان رئاسة لجنة الانضباط كرس ونادى لتكريس مبدأ الدعوة وأنه لا ننظر في قضية ما لم يكن هناك دعوة من المتضرر. صحيح. طيب إذا معنى الدعوة أن نشوف احتجاج الاتحاد كان يتكلم عن هذا الموضوع ونعاقب اللاعب اللي دار وسكت. جميل كلامك سليم. طيب أنت تقول يعني يا خالد أنه فريق الاتحاد أخطأ في تأسيس دعوة بدون إذا على المبدأ اللي أنت تفضلت. لا أنا ما أقول أخطأ، عفوا أنا ما أقول أخطأ الاتحاد. لا يقدر لا أنا ممكن أقول الاتحاد توجه إلى باب آخر. أستاذ خالد لا عفوا توجه إلى باب آخر يرى أنه ما حدث خطأ فني وليس خطأ أخلاقي من اللاعب. جميل. الأخ أبو فيصل أثار مسألة مهمة جدا. خطأ فني وليس خطأ أخلاقي مهمة جدا، يعني أنا أقولها على لساني أو ربما ذكرني مسألة مهمة. طيب فعلا الفريق اللي يقدم شكوى وهذه مهمه حتى مساله اهتمام. نعم. بموضوع الشكوى، مساله الشكوى مساله في غايه الاهميه. جيد. انت فريق الاتحاد يجب انك توصل دعواك على اساس صحيح، يعني ما كان عندهم فهم قانوني كامل للمساله. الخطا وارد، لكن اختاروا خط كان قدامهم بابين واختاروا باب. نعم. يختلف ممكن يعني. نرجع هل من اختصاصات لجنه الانضباط، وهذه مساله مهمه حقيقه وايضا يستفاد من المشكله حتى تتطور اذا كره القدم عندنا. هل من اختصاصات لجنه الانضباط في حال ان المشتكي او المدعي قدم دعوه على هذا الاساس انها تصحح الاساس اللي على اساس قدمت الدعوه ولا لا؟ هذه ما هي واضحه. شيء مهم طبعا. هي هذه مساله مهمه يستفاد من القضيه حقيقه. فلجنه لائحه الانضباط ما فيها نص يفيد بحق اللجنه في تصحيح طيب اساس الدعوه. طيب ابو عبد الكريم الحين انت لو كنت رئيس لجنه الانضباط لحظه هذا الوقوع كنت اتخذت قرار مباشر ووفق الدعوه اللي رفعت من الاتحاد بالصيغه الحاليه؟ قرار مباشر باعتبار القادسيه وفق كلامك. لا انا بالنسبه للمبادئ اللي انا استمريت عليها في اللجنه وحاولت ارسخها ولا زلت احاول انه مثل ما تفضل الاخ ابو فيصل انه لابد من تقديم شكوى او دعوه ولا لا اتحرك. لاني لما اتحرك من تلقاء نفسي فانا بتحول الى محامي الانديه ضد انديه. جيد. فانتظر شكوى اللي هم الاتحاد او غيره من الانديه. طيب على هالكلام تحكم وفق الدعوه. على الكلام نعم الدعوه المنشاه وليس وفق ما انت تراه صحيح. طيب صحيح لو اشتكى فرضا اشتكى الاتحاد بالطريقه هذه اي طريقه؟ بالطريقه اللي انت اللي انه الصيغه القانونيه مناسبه اللي انه في انتهاك الاخلاق بموجب اللعب النظيف حتقرر انت ابو عبد الكريم انها الفريق خاسر 3-0 صح؟ في نهايه المطاف إيه؟ هذا هو قرار. طيب يعني. اكيد الهلال حيكون له راي لحظتها وحيقدم احتجاج يروح يستأنف بنفس القضيه هذه. يروح استأنف. ممكن تعتبر حتى مباراه الاتحاد ان الاتحاد خاسر 3-0. لا في حال اعيدت غير في حال اعيدت مباراه الاتحاد مع القادسيه. اها جيد. وهذا لها طب وضع. ممكن يشتكي الهلال اذا الاعاده غير حصول الاتحاد على 3 نقاط. أنا في رأيي أنه الاتحاد يستحق 3 نقاط أمام القادسية. لكن في حال مثلا أعيدت أنه مثلا قبل احتجاج الاتحاد دكتور وأعيدت دكتور. طيب دكتور وأعيدت تفضل.
بالنسبة للإعادة البعض يقول أنه الهلال له حق في حال أعيدة المباراة أنه هو يحتج. إعادة المباراة هي تعاد بنفس ظروفها، يعني قبل مباراة القادسية كان في لاعبين موقوفين لم يشاركوا في هذه المباراة، تعاد المباراة بنفس الظروف بنفس الإيقافات اللي سبقت المباراة. حتيجي تقول لي طب افرض في لاعب أخذ كرت أحمر في هذه المباراة وشارك في مباراة الهلال، هنا ينظر لها الكروت الحمراء وكأن المباراة مؤجلة، يعني زي ما حدث في المباريات الجولة السابعة لم تم تأجيلها لنهاية الدور الأول. أي أحداث تحدث بعد إعادة المباراة ليس لها علاقة بالمباريات التالية، ولكن إذا الاتحاد أو القادسية أشركوا لاعبين في 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 ظروف المباراة وقت إقامتها الفعلي بدون يعني مثلا خلينا نقول ماجد الخيبري كان موقوف بثلاثة كروت صفراء، إذا شارك مرة أخرى في تلك المباراة يحق للهلال أنه يحتج ويطالب بنقاط المباراة. أنا أرجع إلى نقطة اللي هي 3-0، فيما غاب أنه مثلا فيما لو غاب عن الاتحاد أنه هو لم يقدم في احتجاجه أنه أنا أطالب بثلاثة صفر، هذا نرجع لدور لجنة الانضباط. الآن أنت عندك شكوى، لا أنك بتيت فيها، لا أعطيتني حقي في إعادة المباراة. قصدك يا دكتور أنت حسب المادة أتوقع 12.5 اللي هي إذا عيدت إذا عيدت المباراة تلغى الكروت نهائيا، صحيح؟ لا هي تعاد بنفس الظروف. أي بنفس الظروف، يعني أنا ما أجي مثلا اليوم لوضع الاتحاد الحالي وأقول مثلا مونتاري موقوف. طيب يعني انا اقول لك لو فرضا ابو عبد الكريم يا دكتور عنده راي مختلف. اسمح لي بس لحظه بس اعطيك مثال. الان لو فرضا اقر الله هداهم واقروا اعاده المباراه الان وطلع فيها قرار انه الاسبوع الجاي مونتاري الان عليه ايقاف مباراتين. طيب هذه المباراه ليس لها علاقه بالايقاف، مونتاري يحق له المشاركه. ليش؟ لانه يتم التعامل مع هذه المباراه بوفق الظروف والمعطيات السابقه اثناء اقامه المباراه، فبالتالي لا يحق لاي فريق انه يتقدم بالاحتجاج. واضح واضح ابو عبد الكريم. النقطه بس اللي انا كنت باثيرها، النقطه هي انه الاتحاد اللي هي لجنه الانضباط يحق لها قانونيا انه مثلا انا تقدمت بشكوى، يحق لها تصحيح الشكوى، انه مثلا انا رايي القانوني كلجنه انضباط ان المباراه لا تعاد ولكن ينظر للمباراة أنها 3-0 للاتحاد وفق أهلية اللاعب اللي هي المادة 55 تقسيم 2، وهذه أنا شفتها في تغريدات الدكتور خالد البابطين. البعض قد يذهب الى كيف أهلية اللاعب؟ لا وقفوا هنا معليش. طيب انت طيب تتكلم عن خطا صار 83. معليش خليني اكمل النقطه. اللاعب الان لانك دكتور قلت ابغاك توضح لي بس اذا تسمح لي. طيب كيف أهلية اللاعب؟ خليني اتكلم عشان اوضح لك. تفضل يا دكتور. تفضل يا دكتور. المادة 55 تقسيم 2 فيها جميع التفاصيل التي تنص على أهلية اللاعب في المشاركة. اللاعب حصل على كرتين صفر، طلع في قنوات فضائية بعد المباراة مباشرة. لو أن المذيع سأل اللاعب وقال له هل أنت كنت تعلم على علم أنه أنت حصلت على كرتين، واللاعب كان ذكي وقال أنا ما كان عندي علم وتفاجأت وأخذت كرت بدون ما أحتك، هنا نقول أنه اللاعب يعني نفترض حسن النية أنه اللاعب ما عنده خبر. ولكن الذي حدث أنه بعد المباراة اللاعب اعترف قال أنا حصلت على كرتين وكملت المباراة لأن الحكم ما كان يدري وتفاجأت بالكرت الثالث. طيب المشرف العام الدكتور الأستاذ عبد الله بادغيش أيضا أقر أنه لأول مرة في لاعب، وهذا بعد المباراة مباشرة، أنه اللاعب كان على حصل على 3 كروت صفراء. بالتالي شاركت إدارة النادي وشارك اللاعب في خطأ الحكم. حتقول لي إيش دخل القادسية في أنه تسلب منه نقاط المباراة ما دام الحكم هو المخطئ؟ أرجع إلى عام 2009-2010 احتجاج الأهلي ضد الشباب على قضية السعران. الشباب وقتها الأستاذ خالد البلطان أستاذ رئيس نادي الشباب قدموا خطاب رسمي للأمين العام لاتحاد القدم اللي هو الأستاذ فيصل عبد الهادي، وقالوا استفسار اللاعب موقوف آسيويا هل يتم ترحيل العقوبة؟ معليش خليني أكمل النقطة. يا أخوي لو سمحت بس خليني أكمل النقطة عشان تفهم مثل الأبواب. دكتور وحيد يا أستاذ عبد الله عبد الله أنت لما بتقول شيء أنا ما بقاطعك رجاء عشان أوصل النقطة. هاني أي تفضل. بس أنا بوضح لك مسألة أن هذا أشرك لاعب موقوف الشباب. يا أخي طيب أوكي أنا ما اختلفنا أنه موقوف، أنا برجع لك أنت لما تيجي تقول لي الشارع الرياضي يقول ما ذنب القادسية تتحمل خطأ الحكم، بقيس لك عليها بقي القياس أنه في ذيك السنة النادي الأهلي قدم احتجاج، الشباب كان مستند على خطاب من الأمانة العامة لاتحاد القدم من الأستاذ فيصل عبد الهادي، معناته نظاميا الشباب كان مستند على قرار من اتحاد القدم. ما ذنب الشباب أنه هذيك المباراة تسلب منه رغم أنه فاز في الذهاب والإياب؟ أقيس عليها نفس حالة القادسية، لأنه في ذيك الأثناء كان المبرر
انه الشباب عنده خلفيه اداريه كامله وانه في عنده خطاب من الاتحاد الاسيوي وانه العقوبات تترحل من البطوله الاسيويه للنظام الى الدوري المحلي. نفس الشيء انا اقيس عليها احمل اداره القادسيه واللاعب هذا الخطا، وبالتالي يعتبر القادسيه اداره ولاعبا مشاركين في خطا اللاعب ويتحمل النتيجه دكتور. الغاء النتيجه الى 3-0. سؤال لك يا دكتور، هذا القياس اللي انا اقصد فيه. سؤال لك لو سمحت. فيصل عنده فضل. سؤال لك، ليش افترضت انه الملعب ما فيه الا اداره القادسيه؟ وين اداره الاتحاد ولاعبي الاتحاد ال11؟ اداره الاتحاد من وقت حصول اللاعب على الكرت الاصفر الثاني ذهب الاستاذ منصور اليامي، الدكتور منصور اليامي، للحكم الرابع، وهذا كان حتى في احتجاج الاتحاد مثبت رسميا، ذهب الى الحكم الرابع وقال له اللاعب حصل على كرت اصفر، قال له مالك شغل، احنا نعرف بشغلنا. واكثر من مره احتج احتياطي الاتحاد على حصول اللاعب. اللاعبين طيب ال11 لاعب الموجودين في الملعب، ليش ما في واحد وقف الحكم وقال ترى هذا مع كرت ثاني؟ يعني تبغى يوقف اللعب ويقعد يتناقش الاداريين؟ كان لا عفوا، اذا انت افترضت انه لاعبين القادسيه صمتوا، ليش لاعبين الاتحاد صمتوا؟ يا عبد الله، انت بتناقشني بميول ولا بتناقشني باحداث؟ الاحداث اللي صارت هذه يا دكتور، على فكره الحكم الرابع لم يتخذ اجراء الانجال وهذا كل الزوايا الغامضه. اعطيك حدث يا دكتور، 7 دقائق اعطيك الاحداث اللي صارت في الملعب. الحكم الرابع لم يتخذ اجراء الا لما جاله اتصال هاتفي من عمر المهنا، اتصل عليهم وقال لهم صار كذا كذا كذا. جميل جدا، طيب خلاص احنا الان نرجع اذا تسمح لي هاني نرجع لموضوع الان. الاتحاد اشتكى ورفع شكوى، خلينا نتكلم الان في الشكوى، لانه كل اللي ذكره الاستاذ خالد قبل شوي الباطين كان كله افتراضات لو على اساس دعوه انشات بشكل معين، لكن الان احنا نتكلم عن دعوه الان منظوره قائمه. انا وجهه نظري وذكرتها في البرنامج هنا من اول يوم احتج فيه الاتحاد، انه فعلا ملجا هذه الشكوى بالصيغه اللي رفعها نادي الاتحاد هو رابطه المحترفين وفق الماده 15-2، لا ما ادري انا ما هي قدامي عشان ما اخطي فيها، تقول اذا اعترف الحكم والمقيم اقر بذلك، اقر الحكم واعترف المقيم بان خطا فني، واحتجاج الاتحاد على خطا فني وليس على خطا اخلاقي مثل ما ذكر الاستاذ خالد، يكون مرجع ذلك الى الجهه المنظمه للمسابقه. انا ذكرت خطا انضباطي ترى، او انضباطي واحنا تناقشنا وطلع في الاخير اخلاقي. هو يقول هو في الاخير الجهه المنظمه، والجهة المنظمة في مباراة دوري المحترفين هي رابطة المحترفين، وأنا ذكرت الأستاذ ابن المصيبي حين على الهواء، قلت أنتم المنظمين، المراقب للتاء الخاضع للرابطة هو المسؤول عن هذه المباراة بكل تفاصيلها ابتداء من فتح بوابات الملعب إلى إغلاقها. أنا يمكن أخالفك الرأي في هذه النقطة. ليش؟ المسؤول عن هذه القضية هي اللجنة الفنية. هتقول لي فين اللجنه الفنيه؟ اللجنه الفنيه كانت هذه لجنه موجودة. ثانيه غير اللجان اللي دارت دكتور وحيد، هذه لجنه ثانيه غير اللجان اللي دارت فيها القضيه. هاني معليش، ايه في اللجنه الفنيه كانت موجوده وتم ادراجها الان تحت لجنه المسابقات. يعني اللجنه الفنيه تم الغائها ودمجها تحت لجنه المسابقات. ليش يعني نظاما في كل دول العالم في كل دول العالم اللجنه الفنيه هي المسؤوله عن النظر في مثل هذه القضايا. اللجنه الفنيه الان تقول لي هي وين؟ اللجنه الفنيه موجوده تحت لجنه المسابقات، وبالتالي لجنه المسابقات هي الجهه المخوله في اتخاذ القرار المطلوب في هذه القضيه. طيب السؤال ما هو 3 نقاط او اعاده مباراه؟ السؤال الان لنا اكثر من شهر ونص وباقي 6 جولات على نهايه الدوري. صحيح. التأخير هذا وان انت ترمي الـ القرار من لجنه الى لجنه، يمكن جميع اللجان كان لها راي في هذا الموضوع، ويا ريت حتى الدكتور خالد يعني يصحح لنا. هل هذا كان هو يقبله لو كان هو موجود على راس الهرم في اللجنه لجنه الانضباط؟ يعني يكون انه قضيه ينظر لها ممكن 4 أو 5 لجان ثم تذهب الى الرابطه ثم تذهب الى الاستئناف، يعني طيب. يمكن ما باقي الا لجنه المنشطات تدخل في الموضوع. طيب يعني صراحه الموضوع اخذ اكثر من حقه. طيب يعني دكتور وحيد عنده ابو عبد الكريم عنده راي مختلف عن رايك، اللجنه الفنيه هي المسؤوله، انت قلت لجنه الانضباط هي المعنيه. انا في رايي بالنسبه لموضوع الاتحاد والقادسيه المعني الخطا المشكله اساسها خطا انضباطي. جيد. والاختلاف مع الدكتور وحيد في المباراة الهلالي اللي ذكرها الدكتور وحيد. نعم راح ابين لك على وجهة نظري في مسألة الإعادة. اي احنا عندنا مسألتين ترى مهمة لو كان في وقت بدي اتكلم عنها، يعني تختلف عن بعض. نعم هي متشابكة القضية. نعم. انا اتفق مع الأستاذ خالد. بالنسبة للإعادة لا تتم إلا بإلغاء المباراة السابقة. نعم. هذه مهمة يعني. الإعادة تعني إلغاء المباراة السابقة. وإلغاءها يعني إلغاءها بكل آثارها القانونية. إيقاف المسابقة. نعم وكأنها ما وجدت اصلا، يعني كأن المباراة في ذاك الاسبوع ما كان في مباراة من واللي تحتم عليها ايش في الكروت في الاشياء، فبالتالي يعني استعمالها كأداة لاستنفاد عقوبة تعتبر لاغية خاطئ يعني، او ما عاد لها اثر في مسألة استنفاد عقوبة لاعب موقوف. يعني استعمال مباراة الاتحاد والقادسية
لاستنفاذ عقوبة انضباطية. هذه لو إعادة تقولها. في حال الإعادة. يعني مباراة الهلال إيش يترتب عليها اللي الهلال لو احتج؟ نعم ممتاز. الإعادة تقتضي الإلغاء، إلغاء مباراة السابقة. الإلغاء معناها إنه فريق الاتحاد لم يستنفذ عقوبات لاعبينا، ومع ذلك تعمد إشراك لاعب موقوف أمام الهلال. دخلنا في قضية ثانية. دخلنا في قضية أخرى. قضية ثانية. هذا رأيي أنا من ناحية الإعادة. الفكرة برضو بوضح إذا تسمح لي برضو. طيب. إحنا ترى نتداول كثير كلمة تأخر القرار تأخر القرار. القرار صدر. قرار لجنة المسابقات في وقت سابق صدر برفض الشكوى. واستئناف الاتحاد، الاتحاد نفسه نادي الاتحاد استأنف على عدم متى نعرف يسمونها قانونيا، لا عفوا اللي هو دائما قانونيا يا ابو فيصل وقطع كلامك، دائما يقولون صدر القرار نهائيا. اتوقع شاركني ابو عبد الكريم الرأي اذا كان خلاص حتى من لجنة الاستئناف هنا نقول صدر القرار. لكن استأنف الاتحاد على ايش استاذ خالد لو تتذكر؟ القرار غير قابل للاستئناف. القرار غير قابل للاستئناف. الاتحاد استأنف على ايش؟ هنا القضية على عدم انها ما هي جهة اختصاص لجنة المسابقات. نفس الاتحاد يطعن في المسابقات، الدكتور وحيد الان يطالب انها هي اللي تنظر. نفس الاتحاد طعن في صلاحيتها بالنظر في الشكوى. في نقطة مهمة اثارها الاخ عبد الله جدا مهمة حقيقة، وأدعو الاتحاد السعودي أن يتوقف عندها، جدا جدا مهمة والجمعية العمومية أيضا يعني تستفيد منها، اللي هو موضوع أن الاتحاد أو فريق قدم دعوة على أساس خاطئ. نعم. جيد. هل يصح للجنة الانضباط تصحيح الدعوة؟ صحيح. الأصل أنه لا يصح، فأنا أرد على دعواك فقط، أعطني دعواك أنا أرد عليها، ما أنا أمشي خطوة أخرى. لكن من ناحية ثانية ممكن نقول احنا انه الدعوة انطوت على شكوى، الدعوة في ذاتها نبهت الى شكوى، فاذا كان هناك شكوى فيفترض انها تنفصل الى قسمين. قسم يسير في اتجاه الدعوة ويترد لجنة الانضباط تقول والله يعني الاساس غير صحيح ومن هذا الكلام، اما الشكوى فتروح لسكرتارية لجنة الانضباط ويبدأ فيها تحقيق اللي هو مسألة هل اللاعب انتهك مبدأ اللعب النظيف ويستحق لاعب وناديه عقوبة انضباطية ولا لا. إذا ثبت لهم راح نمشي في مسار هل هم يعني هل عندنا مادة في لائحة الانضباط تعالج هذه الواقعة تحديدا اللي هو استغلال غفلة الحكم على نحو فيه انتهاك لمبدأ اللعب النظيف ولا لا. إذا كان ما هناك مادة يستطيع لجنة الانضباط أو يجب عليها أنها تجتهد في معالجة هذه الواقعة. كيف تجتهد؟ تبحث عن المادة. طبعا من أهم طرق الاجتهاد أنك القياس تقيس على مادة أخرى. أفضل مادة في اعتقادي للقياس عليها في حال نجح الاتحاد في إثبات أن اللاعب كان على علم أنه معاه كرتين وتعمد البقاء في الملعب وتعمد استغلال غفلة الحكم وتعمد انتهاك مبدأ اللعب النظيف، في اعتقادي كما ذهب الدكتور وحيد اللي هو المادة أعتقد 55 اللي هو متعلق بعدم الأهلية، يعتبر لاعب شارك وهو غير أهل للمشاركة بسبب استحقاق الاستبعاد. طيب دكتور في عجالة دكتور، تعليق صغير في عجالة دكتور، كلامك جدا ممتاز دكتور خالد فيما يخص انه النادي اذا تقدم بشكوى والشكوى هذه يعني لم تشمل اللي هي الطلب بالثلاثة صفر لا يحق للجنة الانضباط النظر فيها الا فيما اختص فيه نادي الاتحاد. هذا اجتهاد على فكرة دكتور وحيد، هذا مجرد اجتهاد ترى يحتاج دراسة. انا اعطيك حالات كثيرة الان، حالات كثيرة لجنة الانضباط تم ايقاف مجموعة كبيرة من اللاعبين بتصريحات تلفزيونية. صحيح. ليش ما أقيس عليها تصريح اللاعب بعد المباراة؟ صحيح. وتصريح المشرف العام على فريق القادسية واعترافهم بعدم أهلية اللاعب. صحيح. للمشاركة. صحيح. بالتالي جميل. هذه يكفي لإصدار عقوبة انضباطية تعاقب نادي القادسية بخصم نقاط المباراة، لأنه في أنت لو جيت شكاوى كثيرة صدرت فيها حقوق قضائية من لجنة الانضباط، وفي شكاوى أخرى صدرت بدون أي يعني عقوبات صدرت بدون أي شكوى، مجرد مقاطع تلفزيونية وحتى بعضها من صور فوتوغرافية في السوشيال ميديا. وهذه نفس الشيء يقاس عليها تصريح اللاعب ومشرف القدم. طيب بس هنا في مشكلة جديدة دكتور، هل خصم النقاط يعني تجيرها الاتحاد؟ نعم. طبعا نعم، يعتبر خاسر 3-0. لا طبعا بتستأنف الأندية الثانية. تستأنف من حقها. لا أبدا، حصلت مع نادي الرياض عوقب من الفيفا خصم منه نقاط بدون ان يستفيد الفرق الاخرى. ما مع العلاقه الفرق ليش الاتحاد يستفيد طالما القادسيه عوقب؟ وش علاقه الانديه الاتحاد يستفيد؟ شطبت نقاطه، هذا كان هذيك شطب نقاط بسبب مخالفات ماليه قضايا ماليه، هذا وضع يختلف، هذا وضع يختلف نهائيا. طيب احنا نغلق هذا الملف ونروح للملف الثاني. احنا هنا في هذه الطاوله ثلاثه ما شاء الله
ضيوف اختلفوا كل واحد في اللجنة. لا بالعكس، أنا من رأيي، أنا من رأيي إنه الآن وصلوا إلى الحقيقة. الرابطة نعم. قلت الرابطة تدعي نعم. مباشرة. أبو عبد الكريم قال لجنة الانضباط وما كانوا يحتاجون على فكرة. دكتور وحيد قال ما شاء الله. عفوا ما كانوا يحتاجون الفنية. ما كانوا يحتاجون رابطة المحترفين قانونيين لأنهم طيب أسندوني قانونيين. طيب. من حقهم النظام كفل لهم إذا يرأوا. طيب. إعادتها يعيدونها أو يرفضون بكل بساطة يعني. في عندي طلب يا هاني بس إذا سمحت فضل للدكتور فضل خالد. على عجالة تفضل دكتور خالد. أنا سمعت بداية الحلقة وشفت يعني لك آراء صراحة مثرية فيما يخص لعبة كرة القدم. ما تفكر أنك أنت ممكن ترشح نفسك لرئاسة اتحاد القدم؟ والله أولا اقتراح جميل ورفع على قدرك دكتور وحيد. شروط أتوقع ما تنطبق عليك أبو عبد الكريم. مجرد الفكرة يعني، هو الدكتور وحيد يتكلم عن الفكرة يعني بعدات. إيه بس حتى لو كانت في فكرة نتكلم عن شروط في 15 سنة فيها شروط. شوف أولا الفكرة ما هي عندي حقيقة هذا لكن يحتاج تدرسها يا دكتور. بالنسبة للشروط، إذا كانت الشروط هذه من شأنها أنها تمنع الكفاءات أنها تصل لهذا المنصب فهذه حقيقة مشكلة. هذا بعيدا عن ما سمينه الشخص اللي راح يتقدم. البلد غنية بالكفاءات حقيقة، اللي في اعتقادي من بمقدورهم أنهم ينهضون بكرة القدم في اعتقادي يعني، منهم أكفأ بكثير من الأسماء الظاهرة الآن واللي موجود، أجزم من هذا الشيء موجود. لكن يعني كون إحنا نضع لهم عراقيل تمنع وصول الكفاءات هذه مشكلة تحتاج إعادة نظر حقيقة. يعني أنت سؤال دكتور هذا أستاذ خالد، هذا يعني انك تقول انت انك منعت يعني؟ لا 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 انا لا ما او بعدت عن الاتحاد السعودي وانت كنت كفاءه. لا 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 ما بالعكس، انا شوف من الناحيه الفنيه انا لا امثل شيء امام الاستاذ احمد عيد حقيقه. لا هو عفوا انا اذا يسمح لي في حضوره يعني وبعد اذن الدكتور وحيد. هو كان ضحيه ناس تؤسس اوراق انتخابيه يعني حقيقه يعني صحيح. والدليل انه كان كل يتكلم، كان كل يرمي كلام، تداخل في موضوع الأستاذ خالد البابطين ما شاء الله كلهم نطقوا وقتها أنهم كانوا صامتين في أوقات سابقة. بس هذا أجدها أفضل فرصة إذا تسمحوا لي وللأستاذ خالد يجاوبني على كيف وصل لهذا المنصب، إذا المجال يسمح وحب يجاوب يريد. لا ما تموني أبو فيصل. بالنسبة لي أنا يعني قدمت السي في مع مجموعة أشخاص يعني طلب منا يعني. طيب والحديث اللي قالت أنك جيت عن طريق أحد الأعضاء واللي هو قالوا عدنان المعابد بتوصية. شوف أنا ما كان لي علاقة سابقة بالأستاذ عدنان وحقيقة ما سبق لي والتقيته وجه لوجه، لكن بعد التعيين حصل تواصل معه حقيقة يعني، وبعد ما عرفت أنه ترشيح عن طريقه شكرته في بروسال الإعلام. ما هذه حقيقة. طيب معلوماتك الرياضية أبو عبد الكريم ما خذلتك في هذا الجانب؟ بلاش وما جاوب كيف يعني. عفوا قدمتوا سي في يعني كان في إعلان طلب منكم يعني تكرر لم يعد مساعد في قضية السي في هذه. هم يعني يبدو لي أداء وسيلتهم يبدو لي اللي استنتجته يعني أنه الاتحاد من خلال أعضائه يحاولون يتواصلون مع أسماء معينة جيد، وفي أسماء كثيرة ترفض. إيه كان ذكرها أمير عبد الله قال في أربع مرشحين أو نعم في أسماء كثيرة يعني وأسماء رفضت ترفض أنها تقبل الترشيح. أنا ما رفضت. لا أنا ما رفضت. لا كان من ضمن الأسماء المرشحة الخمسة. أنا لما اتصلوا فيني بعد ما قدمت السي في قاعد عندهم مدة يعني مدة يبدو لي طويلة ما هي قصيرة إذا ماني غلطان. تلقيت اتصال من الأستاذ أحمد عيد حتى أنا والله ما أعرفه يعني من قبل يعني ولا زي كذا، وأنا عندي مكتب محاماة لي عملاء كثر أسمائهم يعني تتشابه يعني عشان كذا تسأل عن الاسماء دائما يا عبد الكريم. كنت اشوف في مقابله تسأل عن الاسم قبل تقول لي واحد من العملاء يمكن تفضل واحد من العملاء حقيقه يعني كل انا كنت شكيت بحاجتين حقيقه. انا سعيد بالمكالمه ومعرفه الاستاذ احمد عيد حقيقه وشرف كبير لي يعني معرفه مثله يعني. اولا توقعت انه عميل اوكي جيد غاب عن بالي الاتحاد بعد ما سمعت صوته. وانا اتميز حقيقه بتمييز الصوت، صوته هو يعني ممتاز بالهدوء صحيح. اعتقدت انه صديقي يمزح حقيقه فبعض الزملاء يعني يحبون صحيح. فسالته يعني قلت له انت الاستاذ احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي؟ قال نعم. والاخوه يسمعونك في المجلس التنفيذي اعتقد واحنا رشحناك لهذا المنصب. طبعا الحقيقه يعني انا يعني شرف لي اني ادخل هذا المكان، ما اقول ان انا اكبر منه ولا ما عاد الله يعني. طيب
والنقطة الثانية هم يعني مجرد اقتراحهم الاسم هم يقولون احنا راح نضعك على خريطة الرياضة على مستوى آسيا مو على مستوى السعودي. كيف هذا عفوا؟ لما تكون رئيس لجنة انضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ما هو اتحاد عادي حقيقة صحيح. يعني فهذا بلا شك يعني محل تقدير واحترام واعتزاز. وصار خلاف بينهم يقولون ترشيح وتعيين. هذا بعد المشكلة، بعد المشكلة طبعا تثور بعض المسائل يعني ما رشحنا فقط ما عيناه. نعم وهذا ما هي. لكننا شفنا قرار. إيه هو صادر قرار. شفنا قرار. طيب. سألوني في دكتور خالد. سم. الدكتور وحيد فرصة. طيب لا دكتور وحيد في سؤال جاني من موسى الحريشي سؤال. أشوف أنها جميل يقول لك أرجو سؤال الدكتور وحيد هل الحل العادل هو منح نقاط القادسية للاتحاد ونقاط الاتحاد للهلال بنفس الحجة معرفة الفريق بعدم الأهلية؟ أول حاجة الاتحاد متقدم في المدة النظامية اللي هي 48 ساعة بعد المباراة وحتى المسؤولين في اتحاد القدم قال لك المدة النظامية لتقديم أي احتجاج انتهت فلا يحق لأي نادي هذا صرح فيها يمكن أكثر من مسؤول في الاتحاد القدم لا يحق لأي نادي تقديم احتجاج بعد انقضاء المدة النظامية كان ممكن يلعبوها الأندية بذكاء يعني مثلا القادسية والرائد والهلال كان يحق لهم تقديم احتجاج مباشرة بعد احتجاج في حالة إعادة المباراة بالتالي نطالب بمنع اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني من المشاركة في المباراة كان ممكن تلعب بهالشكل ويحرم لاعبين من الاتحاد بالمشاركة في مباراة الهلال ونفس الشيء بالنسبة لمباراة القادسية والرائد كون أنه الأندية هذه غابت عنها هذه الفكرة فلا يحق لهم تقديم أي شكوى بعد مرور 48 ساعة أنا بس كان عندي نقطة بدي أختمها بخصوص رغبتي أو مثلا أمنيتي ترشح الدكتور خالد دكتور خالد إحنا نحتاج إلى شخصية خارج الوسط الرياضي لإعادة صياغة لوائح كرة القدم بما يتناسب مع كرة القدم كلعبة شعبية ومنظومة استثمارية أنا كل يعني أتمنى منك أنك تجد ثغرة يعني تمكنك من الترشح وصدقني يعني أنا أكون أول الداعمين لك في حملة انتخابية وراح نوقف معك لأنه إحنا فعلا محتاجين شخصية بحجمك أنها تدخل وسط الرياضي وتتعامل مع الأندية بعدالة وفق قانون ومنظور استثماري وتنموي لشباب البلد بعيد عن الميول أو بعيد مثلا عن القناعات الحالية احنا محتاجين تغيير بشكل طيب. جذري في المجال الرياضي طيب خلونا نروح لخبرنا الثاني من صحيفة الاقتصادية مرسي سنقاضي المسيئين لفارسي أكد أن تصرفه لو ثبت ستتم معاقبته قبل الانضباط كان هذا عاطف الأحمدي كاتب الخبر من مكة المكرمة بعيدا عن التباين بين إيقاف الغاني مونتاري ومهند الفارسي مباراتين لكل منهما إثر ما بدر منهما في لقاء الاتحاد والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين إلا أن التأثير وضح على أداء الفريقين عندما تقابل مرة أخرى في الجولة 20 من دوري عبد اللطيف جميل حيث نجح الوحدة في رد الدين على الاتحاد وافيا بالفوز عليه بهدفين دون مقابل هشام مرسي رئيس نادي الوحدة أكثر أشخاص فرحا بهذا الانتصار والذي تحقق بعد 18 عاما غيابا عن الفوز على الاتحاد في جدة قال الحمد لله كثيرا على هذا الفوز المستحق مستوى نتيجة كنا الأحق نظير العطاء المميز للاعبينا وزاد هذا الفوز مجرد خطوة فقط ولدينا خطوات مستقبلية أهم من الفوز على الاتحاد فما زالت لدينا جولات مقبلة يهمنا كسب النقاط منها أيضا ذكر أن الفوز لن ينسيهم إيقاف فارسي وأنهم سيسلكون كل الطرق القانونية لإثبات براءته ورد حقوقه الأدبية ومحاسبة كل من أسهم في التشهير به والإساءة لسمعته أبو فيصل مهند فارسي تحول من جاني إلى مجني عليه في قضية أخرى كانت محل جدل كبير كيف شفت المشهد كامل؟ تحول كيف ذكرت من جاني إلى مجني عليه أي من مجني, من مجني عليه إلى جاني من مجني عليه إلى جاني ومن جاني إلى مجني عليه لأن مدام صدر فيه قرار انضباط إلى الآن شوف هي شوف من حق الاتحاديين طبعا أنهم يعني يطالبون بمعاقبة المتسبب بالفعل ولكن هذا طبعا ما يبرر رد الفعل اللي حدث من مونتاري فبالتالي أنا أشوف أنه قرار أن تصل متأخرة خير من أن لا تصل يمكن كان الخلاف انه ليه لجنه الانضباط حتى في موضوع الاتحاد نفسه قرارات الانضباطيه الاربعه اللي صدرت في يومين ليه صدرت في يومين متباينه على مباراتين واحده كانت امس واحده كانت قبل اسبوع حتى وقت انا حطيت تساؤل كان واضح جدا هل هناك لجنتين يعني تجتمع ام هل هناك تاخير في تقرير المباراه الاولى رفع متاخر فبالتالي هنا كنا نحتاج الى توضيح اما في مساله انا مع كل من اخطا ان يعاقب سواء اتحادي او وحداوي
طيب استاذ خالد، هل لجان اتحاد الكره تاثر في قراراتها بالاعلام؟ شفنا مهند فارسي، والله شوف مهند فارسي ما عوقب الا بعد ما عوقب مونتاري، يعني بعد ما اثيرت في واحد بعد ما اثيرت وصعدت اعلاميا عوقب الرجل. صحيح، انا بجاوبك بكل وضوح وشفافيه هذا اللي بحيث انه يعني يستفيد منها الجميع حقيقه. طيب. وهذه مساله مهمه. انا اول ما وصلت للجنه الانضباط اجتمعنا بالاخوه وعشان نضع يعني رؤيه للجنه وقيم نلتزمها يعني، فطرحت بعض الأسئلة وقلت كيف تتخذ القرارات؟ أنا ماني مقتنع بفكرة أنك يعني تتابع المباريات، أنه اللجنة تتابع المباريات من ناحية المنطق مستحيلة، وأيضا من ناحية يعني العقل غير مقبولة يعني أبدا، لأنه إحنا عندنا 45 بطولة، ففي درجة ثالثة وفي درجة ثانية في درجة أولى في يعني مستحيل في مستحيل في مباريات غير منقولة أصلا، فمستحيل إن احنا نتابعها، ويجب علينا في نفس الوقت إن احنا نستعمل نفس المسطرة في مباريات الديربي في جدة والرياض أو مباريات الدرجة الأولى بدون شك، نفس المسطرة ونفس الأدوات ونفس المقاييس. فقلت لهم إذا مستحيل أنتم تتابعوا المباريات هذه كلها، أيضا في أتعاب في أجرة نأخذها يعني، فراح أتابع مباراة أخذ عليها أجرة ما هي معقولة بعد هذه يعني. صحيح. يعني راح اترك شغلي انا كله وراح اجلس على هذا، واحنا اصلا غير متفرغين. فسالتهم سؤال وجاءتني اجابه والله ما اذكر من هو العضو تحديدا، لكن قالوا احنا نتابع التقارير الاعلاميه اللي تجي بعد المباريات. حقيقه يتابعون التقارير فقط؟ التقارير الاعلاميه. نعم. لا الاعلاميه لا ما, لا ما هو يتابعونها حتى يكون اكثر دقه، يتاثرون فيها يعني، هي نفس التقرير الإعلامي يعطيهم ملخص عن المباراة، فعادة يعني فوكس على الحدث. هذا أعضاء اللجنة؟ هذا أحد أعضاء اللجنة. والواقع يصدق هذا الكلام يعني حقيقة، يعني في أشياء كثيرة تصدق هذا، لأنه أصلا مستحيل تتابع المباريات كلها يعني على حسب ما يكتب الإعلام. يعني الإعلام يعتبر هو لجنة ممتاز، هو الادعاء العام. هذا نعم هو الادعاء العام. كان يمارس دور الادعاء العام يعني. صح. فالنقطة الثانية، الاتحاد السعودي المفروض هو اللي يمارس دور الادعاء العام، لأن القواعد الانضباط قواعد تخص الاتحاد، فأي واحد انتهكها انتهك قواعد تخص الاتحاد. صحيح. المفروض هو اللي يدعي، هو اللي يقدم الشكوى، هو اللي كذا، وهذا كله محش يعني، كانت تجي من الأمانة يقول والله الإكمال اللازم، كانت الخطابات تجي بهالشكل هذا. طبعا هذا خطا يعني، هذا خطا، لكن يعني لا يعني ان احنا نسيء لنزاهتهم في الاتحاد، ما اقصد هذا الشيء، نتكلم عن نظام قائم. نعم. او عن وضع قائم، الواقع يحتاج تصحيح حقيقه. النقطه دكتور خالد عندي سؤال بس. سم طلع. ايش تبريرك لفهم وتفسير اللوائح؟ يعني احنا مثلا بعيد عن مهند فارسي كان مخطئ مجني او مجني عليه، احنا نتكلم على المشهد اللي كان التصويره واللقطه اللي ظهرت في حاله مونتاري وفي حاله مهند فارسي. الماده نفسها 126 من لائحه الانضباط، تم ايقاف اللاعب مونتاري مبارتين واللاعب مهند فارسي مبارتين، ولكن صياغه الخبر او صياغه العقوبه للاثنين كانت مختلفه. مونتاري العقوبه غير قابل للاستئناف، المبلغ 40,000 ريال، والتصرف عقوبه بسبب التصرف المشين. نرجع للاعب مهند فارسي، مستندين على نفس المادة 126، العقوبة قابل للاستئناف، المبلغ 40,000 ريال، وسلوك غير رياضي. طيب هذا الاختلاف لفهم وتفسير ذات اللائحة، أنا كمشجع أو كإعلامي أو كمتابع للوسط الرياضي كيف أفسره؟ هل هو جميل يعني جميل في لجنتين داخل لجنة؟ جميل. كل لجنة كل واحد يفسر اللائحة ذاتها بطريقة مختلفة؟ سؤال الدكتور وحيد ذو شقين، شق يتعلق بالتفريق بين السلوك غير الرياضي والسلوك المشين، هذا من جانب، وفي جانب آخر مسألة أنه القرار قابل للاستئناف ولا غير قابل للاستئناف في الحالة الأولى والحالة الثانية، بالرغم من العقوبة تقريبا نفسها 40,000 وزايد كذا. لازم نفرق بين العقوبة اللي على اللاعب والعقوبة اللي على النادي، أحيانا تتشابه من ناحية أنها 40,000 وزي كذا، لكن إذا كانت على اللاعب أعتقد أنه يجوز الاستئناف لأن تجاوزت 20,000، أما على النادي لا، في فرق بسيط في احد الفقرات يعني في الجزئيه. اما بالنسبه للتفريق بين اللي هو المشي سلوك المشين والسلوك غير الرياضي، السلوك المشين اعتقد عرفتها الماده الثانيه، واللي فيها نوع من العنف بدون كوره او زي كذا، منافسه مفرطه في التداخل بدون منافسه وزي كذا، بينما السلوك غير الرياضي ما هي واضحه، فمتروكة لاجتهاد اللجنة.
هذه المسألة اللي متروكة للاجتهاد هي اللي عادة يكون فيها اختلاف في تفاوت في الاجتهادات. التفاوت في الاجتهادات هذا يعالج بمسألة إيراد الأسباب، ليش أنت اخترت السلوك غير الرياضي تحديدا هالمسمى هذا. فمع كثرة الأحكام وإيراد الأسباب وإتاحة الفرصة للإعلام الرياضي والقانونيين من خارج الأندية يعني زي كذا أنه يشبعون الأحكام نقدا، هذا راح يؤدي بنا لتطوير اللوائح بحيث تضيق الفروقات. أهم أسباب التفاوت في اعتقادي أنه اللجنة تتصدى من تلقاء نفسها المخالفات، فلو كانت اللجنة تقوم بدور سلبي وتترك الخصوم هم اللي يتقدمون راح يعني تمكنهم أنهم هم يقدمون لهم يعني الدعوة بشكل واضح وبشكل سهل، لأن حتكون فيها مسوغات واضحة وتلزم أيضا الأندية أنهم يستعينون بمحامين مرخصين من وزارة العدل. ليش عفوا ليش ما لجأتوا إلى يعني كعمل لجنة بما أنك كنت يعني شاهدت المشكلة، يعني سعيت إلى إدخال تعديل في النظام، لأنه النظام الوضع الحالي وفق النظام على فكرة يعني مسألة أنه مطلوب من لجنة انضباط متابعة كل المباريات وأنها تشوفهم هذا موجود. لما لكن موجود. ما في عفوا ما في موضوع أنه يجيك شكوى، ما في موضوع أنه يجيك لما دعوة. لما موجود في اللائحة موجود. لائحة الانضباط. لائحة الانضباط. أنه يجب أن تنظر في دعوة. لا تبدأ الإجراءات. متى ما تبدأ. لما تبدأ الإجراءات. هذا اللي أعرفه ما في شيء بدون حتى في اللجان الأسيوية. بدون شكوى. بدون شكوى. أو دور الانضباط بالعكس. ما قالوا لك اتخاذ القرار بدون. هو الانضباط خلال السنوات السابقة أسس ثقافة خاطئة حقيقة. هذه الثقافة سببت لانها خاطئة سببت ارتباك في وش المشكلة ابو عبد الكريم؟ وش المشكلة في هذا التأسيس الكامل؟ والله انا اعتقد احد اهم الاسباب اولا عزوف القانونيين عن 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 التدخل في الوسط الرياضي، القانونيين كثر يعني ما يكتبون فيه ما ادري ايش الاسباب. وليه هذا السبب؟ ما ادري والله، يمكن بعضهم يقول انا ما ابغى اعرف اني انا مختص بال او ان هذا المجال حساس ربما ما ادري انا سبب. حتى شو تلاحظ لجنة الانضباط كثير يرفضون انهم ياخذونه كثير، فهذا احد الاسباب. اهم سبب في تقديري انه الاتحاد السعودي نفسه مع جمعيه ولا القي باللوم على الاستاذ احمد عيد ايضا الجمعيه العموميه المسؤوله، لا يوجد رؤيه للاتحاد السعودي. يعني انت ما انت عارف الاتحاد السعودي وين رايح، فلو كان الاتحاد السعودي يملك رؤيه ويملك اهداف وهذه الرؤيه ترجمت الى قواعد والتزامات وحقوق في الهيئات القضائيه راح تعمل الهيئات القضائيه على نحو واضح. يعني حتى الله سبحانه ذكر في القرآن وكيف تصبروا على ما لم تحط به خبرة. طيب يعني كيف شايف عملهم كامل؟ غير مرضي. غير شوف أبغى أفرق بين حاجتين. بالنسبة للأستاذ أحمد عيد لما أقول عمل غير مرضي لا يعني أن أقول أستاذ أحمد ما أتكلم عن شخصه طبيعي. ما أتكلم عن عمل. حتى من ناحية عمل أنا أقصد عمل شخصه محل احترام وعمله ربما أيضا محل احترام. ربما الأستاذ أحمد عيد لو ما كان موجود ربما وضع أكثر سوء. ممكن. صحيح. يعني ما في اي ضمان انه لما يروح الاستاذ احمد عيد ويجي فريق اخر ما في اي ضمان انه الوضع راح يتحسن. صحيح. هذه مساله الناس كلها تعتقد اغلبها تعتقد انه مجرد يعني استقاله الاستاذ احمد عيد. طيب انا بذكر شيء، انا تذكرت انك في مداخله في او في برنامج او بالعرض اتوقع ذكرني بس الموضوع ذكرت انت انك شعرت ان في اخطاء متعمده في نتائج نعم بعض صحيح. المباريات هي هذا بالتحديد. برنامج مميز حقيقه أي. يعني برنامج يتميز بالفكاهه أي. شوي يعني لا بس انت ذكرت هذه المعلومه وكانت وكنت معلومة جاد قوية. وكنت جاد انا وكنت في المساله جاد أنا كنت جاد فيها أي. مجرد ان احنا ذكرنا في وقت مبكر بانه احنا مختصين بتصحيح قرارات الحكم الانضباطيه المنطويه على اخطاء واضحه حصل نوع من الارتباك ملفت الانتباه وكأن يعني تشوف لغة الجسد تتكلم يعني فكأني أنا قلت حاجة عجيبة يعني ما ذكرها أحد في العالمين يعني المهم الموضوع عادي يعني لجنة انضباط صح قرارات الحكم ما فيها شيء ومنصوص عليها بالنص بشكل واضح يعني. الأستاذ عمر مهنا أبدأ انزعاج وليس أبدأ رأي في اجتماع معه أبدأ انزعاج من فكرة الله وكأن خالد بعطين ما يفهم حقيقة يعني وأيضا تم مقابلة معه وذكر قال أنا لا تعليق وراح أكتب للرئاسة واضح أنه مزعج جدا من هذه المسألة هو رئيس لجنة الحكام هذا مؤشر مع قضايا أخرى هذا مؤشر أنه في تعمد الأخطاء ولا يعني أن هناك تعمد الأخطاء شوف يعني جيب بس طيب خلي كمل لا لا خلي كمل هذه كاملة أنها حساسة شوف احنا 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 في القانون احنا دقيقين بالألفاظ لما أقول مؤشر هناك تعمد في الأخطاء يختلف عن أني أنا أقول هناك تعمد في الأخطاء يعني أنا لا أفهمنا أن في تعمد في الأخطاء أنا في تعمد لمصلحة
أندية معينة أو لمصلحة ناس معينين أو لمصالح شخصية؟ في مؤشرات كثيرة كثيرة مهمة أيضا. الآن لو تلاحظ مثلا 4-5 أندية، من عرفت الدنيا أنا، من عرفت كرة القدم السعودية وهي اللي يأخذ الكأس ويأخذ الدوري يوصل النهائي، 5 أندية 6 أندية معروفة حقيقة، بالرغم أن هذه الأندية ليست منظمة تنظيم إداري جيد يستحق الاحترام، وليست ولا تمتاز يعني بوضع رياضي ملفت للانتباه بحيث أنها تكون دائما في منصات التتويج، إلا أن وفي المقابل بعد ما تغيرت عقود اللاعبين وأصبحت بمئات الآلاف واللاعبين أغلبهم مستوياتهم التعليمية بسيطة جيد، فبالتالي أنك تطور نفسك بكل وضوح، أنك تطور نفسك في لاعب في الدرجة الأولى أو في فرق غير معروفة، هذا حافز حقيقي أنك تصل مثل المركز الأول أو الثاني أو الثالث، حتى تشترى كلاعب ويشترى عقدك بقيمة كذا وكذا، ومع ذلك عجزوا عن الوصول. ليه؟ طيب أعطيني تفسير كان واضح يا أبو. التفسير غياب العدالة، ما يحتاج، أنا قدام عيني أشوف العدالة ما لها وجود. من خلال وجودك في الاتحاد السعودي؟ أنا من خلال سواء داخل، من خلال شوف وجودي ما شفت أنا تدخل في عمل لجنة أو أحد يقول لي والله يا فلان، ما شفت شيء واضح؟ لا لا، ما حد أحد يقول لي يا خالد اتخذ قرار فلاني ولا كذا، لا ما حصل أبدا، لكن حصل تدخل من ناحية تعطيل قرارات، من ناحية تبكير بإحالة أوراق معينة. هذا رأيك الشخصي يا أبو عبد الكريم، وحق الرد مكفول مشاهدين الكرام لأي أحد ممكن ذكر هاني أو هاني ذكر هاني هاني الدكتور قاعد يتكلم على خبرته في اللجنة، ما بيتكلم على رأيي. لا هذا لا خبرته في اللجنة، لا هذا اللي نقول غياب العدالة، هذا رأيي إيه، بس هو بيقول لك، يقول لك أنا واجهت تعطيل معاملات وتعطيل قرارات، يعني هو بيتكلم إيه على خبرة، يعتبر رأي، يعتبر رأي حادثة، ما يعتبر ما جزم ولا أعطانا أدلة معينة. خبرتي في حوادث صارت لي، هذا مش رأي، هذه أحداث وقعت لي. لا بس إنه يعتبر في الأخير يا دكتور وحيد يعتبر رأي، هو ما أعطانا شيء مؤكد أو جزم لنا بأدلة معينة ممكن نقول هذا شيء قانوني، يعني في غياب العدالة. أنا شخصياً أصدق رأيه، لأن إحنا بنشوف يعني القرار اللي بيصير، وبعدين حتى أنا أذكر يعني عبد الله بيقول إن القرار ترد بسرعة، القرار من الجولة 17 ما جاء الرد إلا بعد الجولة 19، وين السرعة فيه؟ طيب يعني في تعطيل واضح في القرارات، يعني وهذا يؤيد كلام الدكتور خالد. كلام عن قرار مونتاري صدر في 12 ساعة. قرار مونتاري في 12 ساعة بس. نعم قرار البت. كنت أقصد يا دكتور وحيد. لا قرار البت. حط بالك إني ما أحب الاتحاد. قرار البت في احتجاج الاتحاد أخذ أكثر من جولتين. هذه أنت علقت عليها قبل شوية وقلت لا هي أربع قرارات انضباطية. لا أنت قلت إنه قرار البت في احتجاج الاتحاد تم البت فيه وتم تحويله للاستئناف بعد ما استأنف الاتحاد، وهذا مو صحيح، أخذ 3 أسابيع لين يجي الرد فيه. طيب بس فعلا كلام الدكتور خالد، كلام الدكتور خالد صحيح، يعني في تعطيل واضح للقرارات وللرد فيها. طيب دكتور خالد، في يعني اتهامات كثيرة وأسئلة كثيرة تقولي إن دخول الأستاذ خالد البابطين للمجال الرياضي كان أكثره دعاية له لمكتب المحاماة. هذا وجهت لي يعني هذه تهم، يعني الحقيقة وما أبرئ نفسي، يعني مسألة أني أنا مثلا الظهور، ربما هناك حب للظهور، هذا ربما أنه موجود يعني، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني أنا لو كنت أرى يعني أرغب في البقاء في اللجنة جيد والحفاظ على السمعة والإثارة ومن هذا القبيل جيد، في 1000 طريقة وطريقة يعني كان أسكت نعم ولا كان. طيب رأيك دكتور في لجنة الانضباط الحالية برئاسة دكتور خالد بن نصر؟ والله شوف قراراتها السريعة عكس اللجان السابقة. نعم هي الحقيقة الدكتور خالد بن نصر امتاز وتميز في عمله بالسرعة حقيقة، سرعة اتخاذ القرارات، وهذه لها ضريبة لأنه يعني السرعة دائما فرصة الخطأ فيها كبيرة جيد، فبالتالي يعني ربما يحصل أخطاء بالرغم أنها ميزة مهمة. الجانب الآخر أبقى على مشكلة اللي هو أنه اللجنة تتصدى من تلقاء نفسها دون انتظار شكوى أو انتظار هذه مشكلة نختلف مع الدكتور خالد فيها بشكل واضح. أيضا لجنة الاستئناف تختلف، بدأت تختلف في مسألة إذا سمحت لي وهذه مهمة جدا، خلاف مبادئ على فكرة. خلاف مبادئ خنام خلاف مبادئ بين مبدأ اللي كرر أحاول يكرس الأستاذ خالد وبين المعمول الآن. لجنة الاستئناف في قرار أعتقد اللي يتعلق بالأحمد عسيري وذكروا من أسباب النقض
انه لجنه الانضباط ما اتاحت الفرصه للمعنيين بالعقوبه انهم يدافعون عن انفسهم. جيد، لاحظ الجزئيه هذه، وكان هذا السبب كافي لنقض القرار. جيد، طيب. مع العلم ان كافه القرارات اللي صادره من الانضباط السابقه واللاحقه، طيب جيد، لم يمكن فيها احد المعنيين بالدفاع عن نفسه. صحيح، صحيح. ومع ذلك لجنه الانضباط تصادق على الى اليوم. الى اليوم، طيب. هذا شيء غريب. الى مونتاري ومهند فارس. ما عاد عندي كثير. استاذ خالد بطين رئيس لجنه الانضباط سابقا، شكرا جزيلا للحضور. يا مرحبا، يا هلا، اهلا وسهلا والله. ابو فيصل عبد الله عبيد الاعلامي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك. شرفت بك هاني، شرفت بالاستاذ خالد. دكتور وحيد يسمح لي، امس سمعت له اقتراح جميل جدا بخصوص منح عضويات لابناء شهداء الواجب. صحيح، انا اشد على يده. صحيح، حقيقه، واتفق معه جدا في هذا الاقتراح. صحيح. الدكتور وحيد بغدادي من جده، شكرا جزيلا لحضورك. الله يسلمك، ونكرر اعتذارنا للدكتور ولكم جميعا، يعني صار شد اليوم. الله يعطيك العافيه. نعتذر للجميع. لا لا، كلها وجهات نظر تؤخذ وترد يا دكتور. في الختام، قبل ان نختم، نود نوه بان الحفل الختامي اليوم لرالي حائل برعايه الامير سعود بن عبد المحسن امير منطقه حائل، وننوه ان القناه الرياضيه كانت في تغطيه مباشره وكامله، ووفرت لهذا الحدث طاقم كبير من حائل بتوجيهات من رئيس الهيئه الدكتور عبد الملك الشلهوب، وكذلك وسط متابعه من الدكتور عادل الطريفي وزير الاعلام، وزير الثقافه والاعلام، وكذلك رئيس القناه الرياضيه الدكتور صالح الورثان، ونائبه المهندس تركي الدعجم المتواجد الان في حائل. الشكر لكل من ساهم في هذه الحلقة، الشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام، الشكر الأخير لكم مني أنا هانية العزيز، حتى ألقاكم في حلقة الغد، دمتم في أمان الله.